بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم الأهلي الليلة في حلقة مميزة جدا. وبسعد النهاردة أن يكون معايا اثنين من زملائي اللي بعزهم وبحبهم جدا وشايف أنهم يعني ليهم مستقبل كبير في التقديم الإعلامي وفعلا حطوا رجليهم، ومن خلال بقى جمهوركم وشاشتكم الكبيرة شاشة النادي الأهلي اللي دايما بتكبر أي حد، زميلي أمير هشام وزميلي عمر ربيع ياسين. والبداية مع أمير هشام. مساء الفل أمير. مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. دايما ببقى مبسوط إن أنا مع قيمة إعلامية كبيرة زيك أستاذ إيهاب، أكيد بتبقى إضافة بالنسبة لنا كشباب من خلال الظهور معاك على الهواء من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وبنتكلم أكيد مع كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة أكيد عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامة جدا اللي بتهم كل جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بشكل عام. لكن في البداية كده يا بوب عايز أبتدي معاك بداية غير تقليدية شوية. جمهور النادي الأهلي دايما بيتكلم عن بعض الأخبار اللي بتخص الفريق اللي بتهم جمهور النادي الأهلي. مؤخرا سمعنا كلام عن ناصر ماهر وأنه ممكن في يناير يروح نادي تاني، كلام كده غريب بيتقال الفترة دي سواء ناصر ماهر أو مؤمن زكريا. أنا حسيبك أنت بقى توضح للجمهور يا أستاذ. بص يا أمير، أنت عارف إن الفترة اللي فاتت في كلام كتير جدا بيتقال، وتحديدا لما بتبقى فيه بعض الامور، يعني لما ما تلاقيش ناصر ماهر بيلعب ده ما بيلعبش وموهبه كبيره وهو اللي عايز يسيب النادي الاهلي ويمشي وبيدور على عرض، لما تلاقيه بيتالق بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب ويقدم بشكل مميز، ما شاء الله ده ماضي في مكان، ده ماشي، ده تلاقي الكلام كله عكس بعضه. عايز اطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وعايز اطمنك يا امير، الامور ماشيه على قدم وساق، كله منضبط، في عقود مع اللعيبه. بالظبط. كمان النهارده اللعب للنادي الاهلي انا من وجهه نظري ده تشريف كبير جدا جدا، واللعيب اللي بيلاقي فرصه جوه النادي الاهلي وجوه فريق النادي الاهلي اعتقد بيبان وبيفرق جدا، واعتقد ان ناصر ماهر واحد من الناس اللي حريصين على وجودهم داخل فريق النادي الاهلي. لكن يا امير زي ما انت شايف الامور بقى فيها كلام كتير جدا، وللاسف حتى معظم الأخبار المتناقلة أو التقارير سكت في برامج تلفزيونية أو في بعض المواقع الإخبارية، وأنا موجود في بعض المواقع الإخبارية وموجود وأنت موجود برضو في البرامج، بنشوف الأمور اللي بتحصل ولكن كلها بقت ماشية على الأهواء. فخلينا بعيد خالص عن الأهواء، لكن على أرض الواقع الدنيا ما فيهاش أي حاجة والدنيا مستقرة جدا، لذلك ما تلاقيش حد طلع لا اتكلم ولا نفى ولا أكد ولا قال، لأن الموضوعات دي عبارة عن كده رياح بتعدي، فتعدي بالسلامة بعيد عن المقصود بيه، لأن المقصود بيه هو يهزلك الاستقرار شوية يشوف الدنيا عاملة إيه. لكن أعتقد أن الأمور كلها ماشية بشكل كويس يا أمير. تمام. كان مهم جدا أن نقول لكل جمهور النادي الأهلي ونوضح هذا الخبر الغير صحيح بالمرة. لاعب لسه عنده عقد ممتد مع النادي الأهلي، غير منطقي خالص ان هو يروح استاذ ايهاب اي مكان تاني، هو عنده عقد ساري مع النادي الاهلي، وخصوصا ان هو بيلعب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي، صعب ان اي حد يكون متواجد في النادي عندنا ويفكر ان هو يروح نادي تاني. في بعض الناس بتبيع مبادئها، في بعض الناس اللي هي ممكن تفكر تروح انديه تانيه وتتخلى عن اهلاويتها، بس الناس دي بتبقى قليله قوي حتى لو كانوا من ابناء النادي الاهلي. وزي ما قلنا قبل كده النادي الاهلي عنده حوالي 60 او 70 مليون مشجع اهلاوي بما فيهم ابناء النادي الاهلي اللي لعبوا في مختلف الرياضيات او مختلف الالعاب داخل النادي الاهلي، ممكن البعض منهم 5-6 يغيروا مبادئهم، ما ممكن طبعا عندك 60-70 ممكن يبقى عندك ابن اعاق مثلا، فوارد ان يحصل الكلام ده، لكن الاكيد والمؤكد ان مش كل جمهور النادي الاهلي ومش كل لاعبي النادي الاهلي يقدروا ان هم يبيعوا مبادئهم، وهم اكيد فخورين بانتمائهم لنادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي. دي جزئيه كانت مهمه جدا. اذا خلاص موضوع ناصر ماهر ما يعني كلام غير صحيح بالمره، زي ما اكد لنا زميلي استاذ ايهاب الخطيب ان الراجل مكمل مع النادي الاهلي خلال الفترات المقبله، هو لعيب مستقبل النادي الاهلي سواء هو او احمد حمدي في هذا المركز بالتحديد. بالمناسبه برضو يمكن امبارح بعد مباراه الاهلي والنجمه اللبناني، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعوض هذه المباراه هناك في لبنان في شهر 9 او مع نهايه شهر 9 بالتحديد، احمد فتحي وهو راجع في الطريق يعني كده بنقول له الحمد لله على السلامه، عمل حادثه سير كده صعبه شويه لكن الحمد لله هو سليم، عنده بعض الكدمات من خلال الحادثه دي لكن هو خلاص سليم، وان شاء الله بنسبه كبيره هيكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي المتجهه لتونس عشان تؤدي مباراه الترجي التونسي. ربنا نجاه يا امير، الحمد لله الحادثه كانت كبيره لكن الحمد لله العنايه اللي هي انقذت الكابتن احمد فتحي اللي سليم بالمره، ولكن الحمد لله رب العالمين. هي طبعا
السيارة حصل لها تلفيات، لكن الحمد لله وإن شاء الله هو موجود مع بعثة النادي الأهلي طبعا اللي هترأسها كابتن محمود الخطيب إلى تونس إن شاء الله. طبعا إن شاء الله. طيب نخش بقى في حلقتنا بوب النهاردة. اتفضل بقى، عايزين بقى نعرف بقى النهاردة عندنا إيه ومحضرين إيه للناس للجمهور. طبعا فقرات عديدة لجمهور النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة أول فقرة في حلقة الأهلي الليلة هيكون لقاء حواري للأستاذ إيهاب الخطيب مع الكابتن الكبير كابتن هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق وصخرة الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي أو منتخب مصر. هتبقى فقرة مهمة جدا ومليئة بالمواضيع والملفات الهامة جدا اللي هيتم أكيد التحدث فيها من خلال هذا اللقاء. بعديها هيكون فقرات إن شاء الله مختلفة هقدمها لكم من خلال الأهلي في كل مكان، وأيضا فقرة أخرى من بره الأهلي، وفقرة أخرى كمان من الأهلي في كل حتة، وأكيد هيكون عندنا تقرير خاص عن جمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما بنحب نسأل سؤال مهم جدا، النادي الأهلي بيمثل لك إيه؟ وبنسمع إجابات أكيد مختلفة من جمهور النادي الأهلي اللي بنحاول نوصل له بقدر المستطاع. كمان هيكون في فقرة حوارية أخرى للأستاذ إيهاب الخطيب مع كابتن أبو المجد مصطفى، طبعا كلنا فاكرينه أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ونجم منتخب مصر السابق بالتحديد منتخب مصر للشباب، وإحنا أكيد فاكرين طولة كأس العالم 2001 للشباب في الأرجنتين واللي تألق فيها كابتن أبو المجد مصطفى، وكان معاه لعيبة كتير جدا في هذا التوقيت سواء أحمد أبو مسلم، رضا شحاتة، ورياض شيتوس، ناس كتير جدا، وكانت بطولة جميلة وقدر المنتخب أن يفوز بالبرونزية في هذا التوقيت. فبالتالي هيكون حوار شيق جدا للكابتن أبو المجد مصطفى مع أستاذ إيهاب الخطيب. وأخيرا هيكون الفقرة العالمية الخاصة بزميلنا طبعا عمر ربيع ياسين، وهيتكلم فيها عن الكرة العالمية، وهيكون معاه ضيف أستاذ أيمن محمد الصحفي في موقع يلا كورة. أكيد هتكون فقرة مهمة ومميزة لكل محبي الكرة العالمية والأخبار، وخصوصا الدوريات كلها أو خلاص معظم الدوريات ابتدت في طبعا أوروبا، بالتحديد كمان الدوري الإنجليزي محمد صلاح وكلام من ده. أكيد عمر ربيع ياسين هيكلمنا عن كل هذه الأمور في الفقرة الأخيرة وفقرة الكرة العالمية. نروح سريعا لأستاذ إيهاب الخطيب عشان يبتدي الحلقة النهاردة وبعض الأخبار بداية، وبعد كده نخش في الفقرة الأولى على طول. اتفضل. شكرا أمير، وشكرا طبعا لاستعراضك محتوى الحلقة. عايز أقول بقى إن الحديث عن مباراة الأهلي والنجمة ناس كتير بتتكلم وناس عمالة شايفة إن أداء النادي الأهلي كان كويس لكن ما كانش فيه حلول، فترة شايفين إن مستر كارتيرون شاف عدد كبير من اللعيبه. خلينا نكون واضحين ان النادي الاهلي عنده يعني معترق من المباريات في الفتره القادمه، وكمان مباراه الترجي اللي جايه. شوفوا المسافه، فرق 3 ايام بس بين المباراه دي والمباراه دي، فبالتالي الامور برضو لازم تاخد يعني. طب هنطلع تليفون مهم ونرجع تاني نتواصل. روح بسرعه سريعا لمعسكر الفريق وخذ منا شريف شعبان. مساء الفل يا شريف. سنور سعيد حضرتك، تحياتي حضرتك لكل مشجع فاضي عليك في كل مكان. شريف اكيد عايزين نطمئن على مران اليوم واخر اسعارات الفريق. استاذ ايهاب، يمكن مران اليوم بدا في الخامسه مساء، يمكن ابتدى المران تدريب خاص من حراسه المرمى. كابتن مصطفى كمال كان بيعمل فقره الحراس، شارك فيها محمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، وطبعا شريف اكرامي ما شاركش في هذه التمرينات، يعني شريف شارك في التمرينات الخاصه بالاستشفاء اللي كان شارك فيها شريف اكرامي ومحمد هاني ومروان محسن ومؤمن زكريا ومحمد نجيب وايمن اشرف وسعد سمير واحمد حمدي اللي شاركوا امبارح في المباراه، عملوا تمرينات استشفائيه وبطلات لوحديهم. يمكن كان في الكابتن مصطفى كمال كان عامل تمرين قوي جدا للشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، يمكن السوليه اشترك في جزء من التمرين البدني، ولكن مستر كارتيرون فضل بعد ما اتكلم مع دكتور الفريق انه ما يكملش التمرين الكره، وبدا يشتغل بعد تمرين البدن تمرينات خاصه مع الكابتن طارق عبد العزيز. باقي النهارده شارك في التدريبات الجماعيه، كان في تقسيمه لباقي اللاعبين وكانت تمرينات قويه جدا، وكان المدير الفني للنادي الاهلي اشتغل على بناء الهجمات والكرات العرضيه وتميز فيها طبعا اكثر من لاعب. يمكن الكابتن احمد فتحي النهارده ادى تدريبات في الجيم، ما اجراش تدريبات مع الفريق. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين. طمني بالذات على الشريف، على الكابتن احمد فتحي، يعني عندنا اتصالات وكلمات ومسجات
الشركات وحتى الناس طب استاذ يمكن الحاله النفسيه طبعا احنا فاكرين لعيبه كبار طبعا مصر ولعيب قوي ما شاء الله بدلين نمسك الخشب هي كدمات خفيفه وطوش خفيفه جدا لكن الحمد لله يعني الناس اللي بتحبه ودعاء الجماهير اللي بتحبه اللاعب سليم بدنيا جاهز طبعا يعني حاجات خفيفه جدا يعني صدمات خفيفه رتوش خفيفه جدا ما تمنعوش خالص حالته النفسيه طبعا قويه احمد فتحي من اللاعبين الجامدين جدا طبعا اللي بتقول عليها جماهير الاهلي الفتره الاخيره ولكن بطمنك حاله احمد فتحي مستقره جدا جدا وباذن الله هيشارك بقوه ويكون جد من نجوم مباراه الاهلي والترجي الفرصه القادمه باذن الله. طبعا اكيد يعني تعادل الامس يعني له شكل سلبي ولكن الاجواء داخل المعسكر والنهارده في التمرين هل حصل ان في حديث عن مباراه الامس ولا خلاص دي صفحه وانطوت والتركيز في مباراه الترجي؟ يمكن امبارح بعد المباراه كان المدير الفني مستر كاستيلون كان زعلان جدا وقال ان اللعيبه كلها زعلانه ولكن خلاص صفحه وانطوت النادي الاهلي كل بطوله على حده من النهارده يوم جديد تفكير في بطوله جديده تفكير في صداره المجموعه تفكير في الذهاب الى سوسه والفوز على الترجي عفر داره والرجوع بالثلاث نقاط وصداره المجموعه، ده تركيز النادي الاهلي النهارده، مفيش حديث خالص عن البطوله العربيه النهارده، مفيش حديث خالص عن فقدان تعادل بالامس، خلاص صفحه اتقفلت من امبارح، اليوم ابتدى التركيز لمباراه الترجي في اشكرك زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي في معسكر الفريق وكل التوفيق للفريق طبعا احنا دايما عارفين انا السؤال ده بساله وانا عارف اجابته. ان في حاجه خلصت خلاص دي صفحتها بتتقفل خالص لان اللي جاي الاهم مباراه الترجي اذا كان النادي الاهلي كان عنده سوء حظ في مباراه الامس في الاهداف انا بقول لكم ان النادي الاهلي قادر على تخطي النجمه اللبناني في عقر داره قادر على تخطي احسبوا الكلام ده عليا النجمه اللبناني في عقر داره مع الاحترام والتقدير النجمه اللبناني فرقه محترمه جدا فرقه الكره اللبنانيه يا جماعه اتطورت بشكل كبير جدا ويبقى الاهلي هو الاهلي المتطور دائما وشفنا النادي الاهلي ضاغط الشوطين وبيلعب بشكل ايجابي لكن سوء حظ غير عادي سوء حظ غير عادي في مكاسب كتيره جدا في المباراه في مكاسب كتيره جدا في تجربه بعض اللاعبين في مراكز ثانيه في مكاسب كبيره ان انت بتشوف بدلاء جدد في شكل معين فانا اعتقد ان مستر كارتون استفاد من المباراه امبارح بشكل كبير جدا رغم النتيجه اللي مش عاجبه مستر كارترون ولا عاجبه لاعبي النادي الاهلي ويعني متحفظه عليها الجماهير ولكن هو ده الشكل اللي خرجت بيه المباراه بعد سوء الحظ الكبير. خليني كمان اقول لكم لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيطلق النسخه الالكترونيه من النظام الاساسي للنادي على موقعه الرسمي اهليايجيبت.com. النادي الاهلي يحدد يوم 9 سبتمبر القادم كاخر موعد لتلقي اقتراحات واراء اعضاء الجمعيه العموميه للنادي حول لائحه النظام الاساسي. النادي الاهلي هيتيح ان شاء الله خلال الايام المقبله 20,000 نسخه ورقيه من لائحه النظام الاساسي كمرحله اولى لاعضاء الجمعيه العموميه لدراستها وبرواله افكارهم بقى وارائهم ومقترحاتهم وبنودها. النادي الاهلي يتلقى اراء ومقترحات اعضاء الجمعيه العموميه للنادي حول لائحه النظام الاساسي على البريد الالكتروني sharik@ahliegypt.com. طبعا اكيد لائحه اتعملت بدراسه كبيره جدا واكيد لمصلحه الجمعيه العموميه واكيد الجمعيه العموميه يعني هو ده اللي بنقول عليه النادي الاهلي بيطرحها واعضاء الجمعيه يشوفوها يشوفوا مقترحاتهم ايه يشوفوا عايزين ايه لان ان شاء الله الفتره الجايه يكون في امور كثيره جدا لصالح اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. هروح لزميلي امير هشام ونرجع نتواصل. بشكرك زميلي. بمناسبه مباراه الاهلي والنجم اللبناني لو خدت بالك يا استاذ ايهاب امبارح بعد نهايه المباراه بالتعادل ما بين الاهلي والنجم اللبناني الفرحه الكبيره جدا اللي كانت عند فريق النجم بعد ما الحكم اطلق صافره نهايه المباراه
ده بيدل وبيعكس اكيد قيمه النادي الاهلي، ان لما حد بيتعادل مع النادي الاهلي ده في حد ذاته بيبقى مكسب. لكن انا بضم صوتي لصوتك وباكد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يعوض وقادر ان هو يتاهل للدور ال 16 من هناك في لبنان، ويتاهل لدور 16 من بطوله العرب، واكيد بطوله مهمه جدا والنادي الاهلي ان شاء الله بيسعى فيها بكل قوه ان هو يؤديها بشكل جيد ويقدر يفوز بيها في النهايه ان شاء الله. اي بطوله النادي الاهلي دايما بيشارك فيها يبقى دايما هدفه الاساسي والاوحد هو الفوز بالبطوله ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. دلوقتي بقى هنروح لاول فقره حواريه معانا النهارده في الاهلي الليله، ولقاء ما بين الاستاذ ايهاب الخطيب مع الكابتن هاني رمزي طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، لكن استنونا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. زي ما قلنا لكم قبل كده كارترون حاطط قدامه اكرم توفيق وناصر ماهر للقائمه الافريقيه. بالفعل النادي الاهلي النهارده بيسجل ناصر ماهر واكرم توفيق للقائمه الافريقيه عشان تكتمل قائمه النادي الاهلي ب 30 لعيب. معانا حوار مهم جدا، حوار لاحد مش هقول بقى اللعيبه العاديين، احد النجوم في كره القدم والرموز في كره القدم، واحد من افضل اللاعبين سواء كان في مركزه على المستوى الفني او المستوى الاخلاقي. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب عمل كل حاجه، لعيب مميز جدا، لعب في النادي الاهلي العظيم، صخر الدفاع مصر، عمل تجربه احترافيه ناجحه بكل المقاييس، لعب في كاس العالم، وصل بالمنتخب الاولمبي للاولمبيات، وعمل الثنائي والدويتو اللي قعد بعد كده صلاح وبوتريكا، وبعد كده ربنا كرم صلاح والجيل ده بالذات نبص عليه بشكل كويس جدا، ليه نجاحات عديده وكبيره ولسه قدامه نجاحات كبيره جدا. خلينا نرحب بالكابتن هاني رمزي. منور يا كابتن. مساء الخير يا ايهاب، اهلا بيك. طبعا بشكرك على المقدمه الجميله ديت، وسعيد طبعا ان انا اكون موجود معاكم، مش غريب يعني، انا بيتي في بيت النادي الاهلي بالظبط كده، ودايما الواحد بيكون سعيد لما بيكون موجود معاك يعني. طبعا منور بيتك النادي الاهلي، ربنا يخليك. مسافه ما تشرب حاجه كده نبص ماشي. على تقرير للكابتن هاني رمزي. هاني رمزي هو أحد نجوم النادي الأهلي الذين تألقوا في مركز الدفاع، حيث انضم للفريق في سن مبكرة وكان عمره 18 عاما فقط، سرعان ما انضم للمنتخب القومي في سن أيضا مبكرة وكان أحد فرسان مونديال 90 بإيطاليا. على نفس الطريق سار في عالم الاحتراف فانضم لنيوشاتيل سويسري في سن مبكرة، أثبت جدارته رغم حداثة عمره فلقبه السويسريون بالصخرة. في عام 1994 انتقل للعب في الدوري الألماني وبالتحديد في فريق فيردر بريمن بمقابل $1.5 مليون ليصبح أغلى لاعب مصري وقتها. منه انتقل إلى كايزر سلاوتن الألماني بصحبة زميله سمير كمونة، ومعهم أحرز 8 أهداف ليخطف لقب المدافع الهداف. ورغم مسيرته الاحترافية الحافلة كان للإصابة رأي آخر فأنهت مشواره في أوروبا. ليعود إلى مصر ولكن في عالم التدريب، فتولى منصب المدرب العام لفريق إمبي ثم مدرب منتخب مصر تحت 20 سنة، ثم تولى الإدارة الفنية للفريق عقب رحيل التشيكي ميروسلاف سكوب وقاده في أولمبياد لندن 2012.
بعدها رحل لتدريب ليرس البلجيكي قبل أن يعود للتدريب في مصر وبالتحديد في نادي وادي دجلة ثم دبي الإماراتي. مسيرة رمزي مع المنتخب حافلة، حيث بدأها بالتأهل لمونديال إيطاليا وفاز معه ببطولة الأمم الإفريقية في بوركينا فاسو 98، ولعب في أكثر من بطولة للأمم الإفريقية قبل اعتزال اللعب نهائيا في منتصف الحقبة الأولى للألفية الجديدة. اهلا بكم من جديد، وطبعا يعني النجم اللي معانا غني عن التعريف، واسمحوا لنا بقى نبدا البدايه. وانا كابتن طبعا انت موجود في بيتك، واحنا سعداء اللي بقى عندنا كادر كبير اسمه هاني رمزي بكل خبراتك دي، فانت برضو وانت موجود في النادي الاهلي وموجود في القطاع بتضيف اضافه كبيره. وعايز ابدا معاك برضو من الكوره. النادي الاهلي امبارح كان في مباراه مع النجم اللبناني، وكان في تغييرات كتيره في التشكيل، وفي ماتش مهم للترجي. شفت التعادل امبارح ازاي؟ اكيد نتيجه التعادل غير مرضيه، اكيد بلا شك للجهاز الفني، اللعيبه، للجماهير، ما فيش شك ان فارق الخبرات وفارق التاريخ الكبير ما بين النادي الاهلي، مع احترامنا طبعا للنادي النجم اللبناني، لكن رغم تطوير الاداء والكره اللبنانيه متطوره لا طبعا جداً. ما فيش شك احنا برضو بنفكر ان احنا لا الناس بتشتغل بشكل مميز جدا. الكره اللبنانيه دلوقتي كره مميزه، لكن فرق التاريخ اعتقد لصالح النادي الاهلي ما فيش شك. فعايز اقول لك ان طبعا رغم الاستحواذ الكبير جدا على المباراه وفرص ضايعه كتيره جدا، والاهلي مستحوذ واكتر من 90% من المباراه، لكن كان ينقصنا بس احراز الاهداف. في فرص كتيره جت للنادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك دي كره قدم، وارد جدا انك تستحوذ، وارد جدا تضيع اهداف، وارد ان يحصل نتيجه سلبيه، يعني مش نهايه المطاف. اعتقد ده بالعكس، انا يعني دايما وانا حتى كنت لعيب في النادي الاهلي، الكبوات الصغيره ديت ممكن بتشد الفريق بشده او باخر، يعني تمام. ممكن تكون جرس انذار، لا لازم نشد اكتر، لازم يكون في تركيز اكتر. يعني قدر النادي الاهلي انه بيخش في كل بطوله مطالب بالمكسب طبعاً. بالبطوله ولا طبعاً. غير البطوله، يعني بطوله افريقيه، دوري، كاس، البطوله العربيه، كل ديت طبعا. عايز اقول لك تحديات للنادي الاهلي، والاهلي قادر انه باذن الله مباراه العوده في لبنان اعتقد هتكون على المستوى التكتيكي في وجهه نظري هتكون افضل شويه. شفنا فرقه النجم اللبناني تقريبا بيدافع باكتر من 10 9 لاعبين في ال 18. الحال هناك هيختلف، هيختلف طبعا، هيختلف مصلحه النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يرجع تاني بالصعود لدور 16 ان شاء الله. فرحه كبيره جدا كانت عند فريق النجم طبعا، بعد طبعا فريق النجم بعد التعادل، يعني فرحه كبيره، يعني هم يعني اقصى طموح، وده طبعا حاجه كبيره طبعا ما فيش شك. انت يعني تعادل النجم اعتقد هم ما كانوش حتى يحلموا بهذا التعادل، مع احترامنا ليهم كفريق وفريق باين كويس، على الفرحه، لكن باين طبعا ان هو ده كان اقصى طموحهم، ان هو تحقيق التعادل او حتى الخروج من نتيجه قليله. فطبعا بعد نهايه المباراه ما فيش شك ان فرحه كبيره جدا زي، لكن زي ما بقول لك ده كره القدم وارد جدا بيحصل في البطولات كده، ولكن اعتقد النادي الاهلي قادر على العوده مره ثانيه. زي ما بقول لك هو، وسمعتك قبل ما اخش طبعا، الصفحه بتتقفل على طول يعني، وده اللي متعلمينه في النادي الاهلي، الصفحه على طول بتقفل حتى لو كان مكسب، يعني الصفحه بتتقفل حتى لو بطوله. وانا صحيح يعني طبعا. فهو اعتقد الجهاز الفني قفل الصفحه دي تماما وبيحضر للمباراه الكبيره امام الترجي طبعا. من الواضح ان مستر كالترون امبارح كان عايز يشوف بعض كان في تغييرات بعض اللعيبه في اماكن معينه، زي احمد فتحي في وسط الملعب، عنده غياب لحسام عاشور في المباراه المقبله، فاكيد اذا كان حتى شكليا الوضع مش عاجب للجهاز الفني ولا الجماهير في نتيجه امس، بس الاداء كان كويس ولكن ما كانش فيه توفيق، ولكن في مكاسب من وجود بعض اللاعبين ومشاركتهم. طبعا كل مباراه بيبقى ليها مكاسبها وسلبياتها، ايجابياتها وسلبياتها، ما فيش شك طبعا كنا نتمنى النتيجه افضل، لكن في مكاسب ما فيش شك، انك في بعض الغيابات دفع باحمد محمد حمدي احمد حمدي لعيب انا شايف انه لعيب مميز جدا. الغيابات في النادي الاهلي ما اعتقدش زي ما قال كابتن محمد يوسف، الجهاز الفني دايما قادر على ايجاد البديل. انت النادي كبير
ما اعتقدش الفروقات كبيره ما بين اللي بيلعب وما بيلعبش، وده ميزه النادي الاهلي. تقريبا عنده في كل مركز اكتر من 2-3 لعيبه كلهم مميزين جدا، بيلعبوا على مستوى دولي ومستوى محلي بشكل كويس. فهي عمليه الدخول والخروج، عمليه امتى ادفع بهذا العنصر وامتى اخرجه، هي ديت العمليه اللي بيديرها الجهاز الفني. خلينا برضو نتكلم بكل امانه، مستر كالدرون يعني ما بقالوش اكتر من شهر يعني ماسك الفرقه بشكل رسمي. طبيعي ان حتى في بعض الاوراق ناس لك طب صلاح محسن ما قعد الاخر ايه، طب نزل اخر خمس دقائق، ما هو يعني مش هيكون انطباع عن كل لعيبه في هذا. ده صحيح يعني. ده صحيح يعني، لازم برضو نلتمس العذر شويه في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نكون شايفينها، لكن ما فيش شك عنصر الوقت هيساعده كتير جدا جدا في تكوين فكره عامه على الفريق، وبالنسبه خاصه العناصر الجديده. يمكن هو كان شغال في دجله ما كانش موجود ولا صلاح محسن ولا كان موجود، ما شافهمش بشكل مباشر، لكن طبعا كابتن محمد يوسف بينقل له الصوره بشكل او باخر. وزي ما بقول لك النادي الاهلي عنده الحمد لله ذخيره كويسه جدا من اللعيبه المميزه الصغيرين في السن، وده مهم جدا، ان محتاجين بعض الخبرات شويه، يكتسبوا بعض الخبرات في الملعب. واعتقد محتاجين 4-5 مباريات ممكن على التوالي، وهتلاقي حاجه كويسه قوي ان شاء الله يعني. وده من الطبيعه كابتن، زي ما حضرتك قلت في لعيبه هو محتاج عشان يشوفها ولازم ياخد وقته بالكامل. لكن امبارح كان في حاجه ملفته للنظر، وهي التصويبات لعيبه خط الوسط. يعني امبارح احمد فتحي شاط، احمد حمدي شاط، دي حاجه ما كانتش موجوده في الفتره اللي فاتت. ما انا بقول لك، هو طبعا احمد فتحي يعني لعيب جوكر ما فيش شك، ووجوده في وسط الملعب وهو دايما بيحب الطريقه الهجوميه شويه، بيحب يتقدم، واحمد بيحب عنده نوع من انواع الريسك شويه او مخاطره شويه، وده وارد انك بتتقدم وبتحاول تصوب. التصويب طبعا ما فيش شك انه وسيله من وسائل احراز طبعاً الاهداف طبعاً، وخاصه يمكن عندك تكتل شويه في الحاله الدفاعيه. الاهلي اشتغل كويس قوي من على الاجناب امبارح، يعني كان في شغل كويس من على الاجناب، كان ناقص بس شويه كثافه عدديه جوه ال 18 عشان نستغل الكرات العرضيه، كان في تصويب كتير. لكن هو ده البعض اتكلم انك بتشغل الاطراف كويس قوي، ولكن اللعيب اللي بيلعب بدماغه في الحته دي مش موجود، يعني مش موجود بكثافه، رغم ان مروان بيلعب كويس بدماغه لكن ما بيسبقش المدافع. هي كان بس زي ما بقول لك، لو علامات الاستفهام نقدر نحطها على امبارح، ان كان الاطراف كتير شويه، يعني كان وليد سليمان موجود، كان ناحيه الشمال يعني اشتغل فيها بشكل كويس، كان في ناحيه ايمن اشرف كان موجود، ناحيه اليمين برضو كان وليد سليمان بيروح فيها شويه، ممكن هاني طبعا وهاني، فكانوا قافلين على بعض شويه. لكن انا عارف مروان بيلعب بدماغه كويس، لكن كثافه عدديه يعني لو كره من ناحيه الشمال لازم من ناحيه اليمين لازم يكون جوه ال 18 والعكس بالظبط. فالكثافه العدديه داخل ال 18 وخاصه في عندك 6-7 لعيبه من فرقه النجم اللبناني جوه ال 18 نفسه، فكان في صعوبه للحصول. لكن زي ما بقول لك ده ملف اعتقد اتقفل، واكيد كان ليه ايجابياته وسلبياته، اكيد الجهاز الفني هيستفاد منه. ودلوقتي كلنا مركزين مع مباراه الترجي، اعتقد طبعا ان هو مباراه مش سهله، مباراه صعبه ما فيش شك. الترجي فرقه محترمه، النادي الاهلي الحمد لله عاد للبطوله الافريقيه بمكسبين وحط رجله بشكل كبير جدا، ان شاء الله المكسب في المباراه اللي جايه يكون متصدر المجموعه، وده دايما الاهلي يعني بيسعى لهذه النقطه انه دايما يكون متصدر المجموعه. يمكن وقع اختيار مستر كارترون على ناصر ماهر واكرم توفيق، دول اللي هيكونوا يعني بيكمل بيهم القائمه الافريقيه. وزي ما يعني كنا توقعنا قلنا الكلام ده، ناصر ماهر طبعا كان واضح جدا، انما كان في مفاضله شويه بين اكرم توفيق، ولكن هو حسمها لصالح الاثنين عناصر مميزه عندهم. يعني اكرم عنده عنصر اللياقه عالي جدا جدا، ويمكن انا مرنت اكرم وهو موجود في نادي انبي، العناصر الواعده جدا، ممكن يلعب في كذا مركز، بيلعب في وسط الملعب بشكل كويس، ممكن يلعب يوظفه ناحيه اليمين. ناصر ماهر كمان من اللعيبه المميزه، كان موجودين معايا في منتخب المحليين، لعيب مميز جدا، ادى بشكل كويس يعني استغل فرصته، ادى، هو لعيب موهوب، لعيب موهوب يعني بيلعب تحت ضغط هادي، يعني ما عندوش عصبيه في الاداء. وزي ما بقول لك هيحتاج بعض الوقت طبعا عشان يوصل للتوب ليفل، لكن هو بيشتغل على نفسه كويس، وانا عايز اقول له هو كمان ما يستعجلش قوي، يعني موضوع احتراف وكلام من بعيد وكلام من بره، خلينا نتكلم شويه بالعقل. هو طبعا ما فيش شك لعيب مميز، لكن يبني كمان اكتر بطولات مع النادي الاهلي، يروح منتخب مصر. طبعا منطقي لما كان يعني هو شايف نفسه هيقعد على مقاعد البدلاء، كان بيدور مثلا زي ما طلع اعاره لسموحه، يبقى موجود وده حقه طبعا، ولكن هو طبعا الفتره خلاص دي فرصه بقى يعني كبيره جدا. وخلي بالك فرصه الاعراض دي فرصه مهمه جدا، يعني هو لو كان قاعد السنه او السنتين دول
على دكه البدلاء ما كانش اعتقد هيظهر بهذا المستوى. وإيه طبعا طبعا فاحتكاكه ومباريات وسمع بشكل كويس اكيد. طموحه باين يا كابتن واستعداده باين وجاهزيته باينه. هو لعيب زي ما اقول لك لعيب مميز جدا جدا واكيد عايز لسه شغل من النواحي البدنيه، خاصه النواحي البدنيه لازم يزيد فيها شويه، عمليه الاحتكاك القوه البدنيه لازم تزيد شويه، لكن ده بيجي مع مع يعني مع خبرات المباريات طبعا. يعني ان شاء الله مستر كارترون 20 لاعب قائمه الفريق ان شاء الله اللي هتسافر لتونس بدون بقى القاب، شريف اكرامي، محمد الشناوي، وعلي لطفي، محمد هاني، واحمد فتحي، وسعد سمير، محمد نجيب، وايمن اشرف، وسليف كوليبالي، علي معلول، وعمرو السليه، وهشام محمد، اكرم توفيق، وكريم نيدفيد، وليد سليمان، اسلام محارب، واحمد حمودي، وميدو جابر، ناصر ماهر، واحمد حمدي، مروان محسن، وليد ازارو، وصلاح محسن. دي قائمه طبعا دي اعتقد قائمه قويه جدا، وزي ما بقول لك اعتقد وجود عوده ازارو كوليبالي طبعاً. اعتقد برضو دي هتدي قوه كبيره جدا للنادي الاهلي، ما فيش شك ان اللي لعبه يعني جيب يعني هو يعتبر الفريق الحمد لله مكتمل الصفوف بشكل كبير طبعا غياب حسام عاشور يعني هو حسام عاشور هو غايب للايقاف، لكن القوة الضربة موجودة، عودة ازارو هتدي انطباع طبعا. هتدي قوة هجومية بشكل كبير، حتى كولوبالي على المستوى حتى لو اتكلمنا على المستوى الهجومي احرز هدفين من العوامل المميزة جدا في الكرات طبعا. الثابتة وان هو بيحرز اهداف بشكل مميز جدا، دي كمان قوة ضربة في النادي الاهلي. انا اكلمك عليه بشكل خاص يا كابتن، دخل بسرعة اجواء الفريق تحس ان هو بيلعب مع الفريق من زمان مستريح مستريح يعني تحس في الملعب ان هو لعيب مستريح او تحس ان هو لا ده بقى له فتره مع النادي بالزبط. الاهلي يعني مش غريب على النادي لا الاهلي لا ما حدش يقول انا لاعب خمس يعني صحيح. خمس ماتشات بس بالظبط. فلا هو طبعا في مميزات كتيره جدا، مميزات المدافع يعني هو عنده بيلعب بدماغه بشكل كويس، بيطلع الكره برجليه بشكل كويس، زي ما بقول لك في تجانس واضح من اول السيزون، وده مهم جدا انه دخل في الفرقه على المستوى وده تشوفه على المستوى النفسي، ثقه مدير فني في لاعب وبيديله وكمان دخلت لعيبه عليه والنفسيه والتعامل يعني زي ما بقول لك دخل جوه المنظومه بشكل كويس قوي. ده اولا ده شغل الجهاز الفني وشغل لعيبه جوه الملعب كمان، من خلال التدريبات من خلال تعامل اللعيب، ممكن جدا يكون لعيب مميز لكن تلاقيه لسه ما دخلش في الاجواء تحس انه غريب شويه، لكن اكيد مكسب كبير للنادي الاهلي. وزي ما بقول لك وجوده حتى في المباراه القادمه يعني مع النادي الاهلي او في مشوار البطوله العربيه اكيد هيكون مكسب يعني. هو طبعا اثبت نفسه بشكل سريع، ادى بشكل مميز، برضه كانت التقارير الصحفيه يا جماعه لعيب ده مبطل ده مش هيلعب، ودايما تلاقي كلامك الملعب دايما بيكون الفيصل. دي في الناحيه الفنيه، في الناحيه الانسانيه كان صورته مع اجاي بعد اصابته لما شاله ودخل بيه الاسانسير، يعني فعلا تحس ان هو روحه كويسه قوي، روحه كويسه. وخلي بالك برضه اللعيبه الافارقه ممكن تلاقي لعيب يعني اخلاقيا سلبيا وواحد بيكون على مستوى اخلاقي جيد جدا، واضح انه يعني على المستوى الشخصي، وده مهم جدا يعني زي ما بقول لك كمان دوت مش لازم تكون لعيب كويس من شكل الاهلي كده بالظبط من قماشتنا كده قماشتنا لا ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وانا بقول لك مش قلقان يعني انا كنت اتمنى اكيد الماتش امبارح يخلص بنتيجه ايجابيه وكان الاهلي قريب، لكن مش قلقان على فرقه النادي الاهلي في البطوله العربيه ان شاء الله يعني. كابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثه النادي الاهلي في الترجي، اعتقد دي ليها معنى طبعا معنى كبير جدا طبعا، ان يعني كابتن محمود الخطيب يطلع كرئيس بعثه وده بيدي سبورت للجهاز الفني، بيدي سبورت كبير جدا للعيبه في مباراه مهمه جدا، في مباراه مهمه جدا بتدي كمان موتيفيشن وحماس كبير جدا للعيبه، انه طبيعي ان هو بيدي 100%، لكن لما كمان رئيس المنظومه ورئيس النادي يكون على راس البعثه اكيد هيكون في نوع كبير جدا جدا من الالتزام، هيكون في نوع كبير جدا زي ما بقول لك من الروح العاليه، مش ناقص الاهلي الروح العاليه لكن بيدي قيمه للبعثه ما فيش شك. وجود الكابتن محمود الخطيب على راس بعثه كره القدم طبعا. اكيد بيدي قيمه كبيره جدا وان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل المباراه اللي جايه متفائل ان شاء الله. خمس مباريات عمر المباراه الرسميه اللي خاضها كارترون مع النادي اتضحت لي بعض الحاجات، وزي ما قلت وانت حضرتك قلت لسه بدري في بعض الحاجات، ولكن في لمسه وفي شغل، خاصه انه بدا ما بغيرش من الشكل العام للنادي الاهلي، يمكن الناس حتى كلها قال لك ده نفس الاداء اللي كان بيعمله الكابتن حسام البدري قبل ما يمشي، يعني ما هو لازم يكمل بنفس الاسلوب، لكن برضه ابتدى مش هتقدر تهد المعبد من اوله لاخره يعني. هو في بعض الفترات كان ممكن يبقى لعب بطريقه مختلفه شويه، في بعض الاوقات المباريات بيلعب 4-4-2 بشكل او باخر، 4-1-4-1، لكن الطريقه الاساسيه 4-2-3-1 اللي هو يعني ما جيش انا وده يحسب له ويحسب له طبعا يعني هو الراجل عايز وقت كمان انه يشوف الطريقه المناسبه واللعيبه المناسبه في التشكيل اللي يناسبه
علشان يقدر يكمل بيها. لكن هو زي ما بقول لك هو حاول، وحتى في بعض المباريات الوديه حاول انه يلعب ب 4-4-2، لا الشكل مش كويس فرجع تاني 4-2-3-1. ده طبيعي جدا ان مدرب جديد جاي على نادي وهو عنده طموح وعنده ونادي جماهيري بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا، مع احترامي طبعا لوادي دجله اللي كان بيمرن فيه، او حتى طبعاً يعني على مستوى الافريقي لما كاس ما فاز بكاس افريقيا، لكن النادي الاهلي ليه وضع خاص وليه ليه هيبه طبعا، ومش اي حد يقدر يتحمل هذه الضغوط. وبالتالي الراجل اللي عاجبني فيه هدوء في الملعب، يعني فيه هدوء وفيه رزانه كده وبيدي تعليمات من بشكل هادي، ممكن جدا في وقت من الاوقات يلعب بطريقه مختلفه، ما فيش شك يعني ده برضو ده بحس ان هو امتلك اوراقه كلها وشايفها. لو امتلك الاوراق كلها ممكن يلعب بطريقه 4-3-3، ممكن يلعب بيها، ممكن لو عايز يلعب براسين حربه ممكن، عنده الامكانيات، عنده لعيبه مميزه في المركز ده. يمكن سمعت التصريح انه كمان محتاج بعض يعني صفقه او اتنين في الانتقالات الشتويه عشان يكمل، وزي ما بقول لك هو بيجمع كله وهو محتاج فعلا يمكن صفقة او اتنين في خلال يناير اللي جاي. بس اقول لك طبعا نوعية الصفقات اللي هو طالبها، او اقصد تحديدا المراكز، هتبين الشكل اللي هو عايز يعمل ايه. صحيح، يمكن زي ما بقول لك هو لسه بيتحسس طرق، بيتحسس يمكن الطريق شوية، وده شيء طبيعي. معاه كابتن محمد يوسف عارف خفايا الدوري المصري، وكان شغال في الدوري المصري بقاله كتير جدا، وكان كسب بطولة افريقيا مع النادي الاهلي، فليه باع كمان في النادي، فاكيد ان شاء الله هو بيساعده في الحته ديت ان العمليه دي تبقى اسرع شويه، ونشوف النادي الاهلي مستقر بتشكيله، مش هتقول تشكيله ثابته، لكن عارفين بالظبط النادي الاهلي بيلعب بانهي طريقه، القوام يعني. بالظبط بالظبط. كابتن هاني، وحضرتك طبعا موجود وكنت بتدير فرق في الدوري المصري لم ينتج في الفتره اللي فاتت المواهب الكبيره، نكاد دايما هي محط انظار المنتخب والاهلي والزمالك، ويبقى الناس بص عليها. بقت معظم الصفقات كان يعني حتى معظم حد يقول لك ايه، اللعيبه شبه بعضها، طب عايزين باك رايت مفيش، وعايزين باك ليفت مفيش، طب مساك، طب فرويد للمنتخب. السنه دي البدايه شكلها مبشره ان في بعض الاسماء الجديده الشباب طالعه بشكل كويس، لكن ليه غابت المواهب؟ وهل حضرتك شايف ان شاء الله الدوري السنه دي ممكن ينتج لنا لعيبه من جد؟ هو بص، غابت المواهب عامه المواهب بتقل في مصر كلها، مش في النادي الاهلي بس، او يعني فعلا زي ما انت بتقول بتدور على القماشه المختلفه مش لاقيها دايما بالزبط. تحس ان الكل شبه بعضه، او الفوارق مش كبيره قوي، ما تلاقيش تقول اللاعب لا ده مميز بشكل او باخر، او ده لعيب فز، او المواهب قلت كتير جدا. مش انا مش لاقي اسباب ليها، غير انه ممكن جدا يكون في السكاوتنج الموجود في الانديه، العين الخبيره قلت شويه، بدا الناس حتى في قطاعات الناشئين بداوا يعني يبقى في نوع من انواع ان انا اجيب اللعيب الجاهز اكتر شويه. لكن المواهب موجوده اكيد في مصر، لكن عايزين نشتغل عليها من تحت شويه. ويمكن اتكلمت معاك يا في الملف ده بقالنا كتير جدا، ان القاعده عندنا هي اللي فيها عدم توازن شويه، اللي مهزوزه شويه قطاعات الناشئين، دي محتاجه بقى شغل كبير جدا ان شاء الله باذن الله يكون. لكن في مواهب، والسنه دي زي ما انت بتقول في لعيبه كويسه كتير، يعني على مستوى النادي الاهلي، على مستوى نادي الزمالك، على مستوى المقاولين العرب، على مستوى انبي كمان، في ابتدى في اسماء فعلا، في اسماء كويسه بتسمع. فهي عايزه بس سنه جراء شويه، انك تدخله بدري، خلي بالك تديله فرصته كامله، تديله فرصه وتصبر عليه. زمان على ايامي كان بيقول لك لا لعيب لسه صغير ما يخشش، مع اني دخلت النادي الاهلي وفي اول مباراه رسميه ليا كان عندي 18 سنه، وكان في تحفظ شويه ان الناس تخش. ليه؟ لان كان في عمالقه موجودين طبعا. يعني كان في كل اسم يعمل فرقه لوحده، لكن انا شايف دلوقتي وقت مناسب جدا. بسم الله ما شاء الله، مع كابتن جوري في المنتخب كان يعني كان من المدافعين مع النادي الاهلي. انا كنت يعني بروح انا بروح التمرين وانا بترعش يعني من الاسماء اللي انا كانت موجوده في الملعب. لكن زي ما بقول لك دلوقتي اعتقد دلوقتي مناسب انك ممكن تدخل عناصر صغيره شابه. احنا شفنا تجارب كتيره جدا، حتى المنتخب الالماني رغم اخفاقه في كاس العالم اللي فاتت، لكن واخد كاس القارات بولاد عندهم 21 سنه 22 طبعا. سنه. فانا عايز اقول لكل مدير فني لا ما تخافش، زق اللعيب لو انت واثق فيه زقه بشكل كويس. بس المنتخب الالماني ما قدرش يعمل نفس المعادله في كاس العالم يعني. طبعا بص، لازم ممكن يكون في اخفاق، هم ناس اشتغلت وعملت بلان لمده 20 سنه، اكيد ممكن في وقت من الاوقات البلان ده في طبعا جزء منه يقع. لكن انا بتكلم على المواهب اللي ظهرت، مواهب في مصر اعتقد السنه دي شايفين مواهب كويسه،
مقاولين زي ما بقول لك في اتنين لعيبه كويسين، كابتن علاء نبيل بيزق اللعيبه بشكل كويس، النادي الاهلي فيه اكتر من لعيب مميز، وانا متابع حتى فرقه كابتن عادل عبد الرحمن مواليد 97 فيهم لعيبه مميزه بيتمرنوا مع الفريق الاول. كل ده هنشوفه ان شاء الله، اعتقد ان خلال الموسم دوت او بالموسم اللي جاي بالكتير هيكون في عناصر من ولاد النادي موجودين في الفريق الاول. الكلمه دي بتفرق، لان ولاد النادي لما يكون طالعين من قطاع الناشئين على الفريق الاول طبعا بيوفروا عليك كتير، مش على الجانب المادي بس، ولكن ممكن بتجيب لعيب بارقام كبيره جدا مقدرش يستحمل وجوده في فرقه كبيره. بيشوف العبء كبير عليه. اما ابنك اللي طالع من تحت متعود يكسب، لابس التيشيرت، عنده الامل انه يطلع فوق، شفنا ده كتير. بص يا ايهاب، شفناه مع حضرتك، شفناه مع مثلا الاجيال الاخيره في حسام عاشور وعماد متعب ومتعب وغالي واحمد السيد وغالي، يعني ننسى لعيبه كتير جدا. طبعا لا، بالرغم ان احنا دايما بنقول ان احنا عايشين عصر الاحتراف، لكن لازم بيكون في حته الروح الفانيلا الموجوده او ابن النادي. ابن النادي يعني كلمه ممكن ما تكونش موجوده بره بشكل كبير، لكن احنا بالزبط. متعودين ان اولاد النادي زي ما انت بتقول في قاعده بتتاسس، عارفين مبادئ النادي كويس قوي، عارفين النادي الاهلي نادي بطولات لا يريد الا المكسب ثم المكسب. ما فيش شك ان دخول الاحتراف ولاعيبه جديده، انا ممكن جدا يعني احط بادجت اكتر شويه لقطاع الناشئين واصرف عليه اكتر واطلع لعيبه من اولاد النادي. انا بالنسبه لي افضل ما اجيب لعيب جاهز من بره بمبلغ كبير، ده طبعا وجهه نظري، مهما كان اللعيب اللي جاي كان مميز، لكن اللي متربي في النادي الاهلي هيفرق كتير، هيفرق جدا جدا حتى في انتمائه في اخلاقياته في تصرفاته، عارف بالظبط في اندماجه السريع مع الفريق الاول، يعني بتحس انه خلاص متربي في النادي يعني. لكن زي ما بقول لك ده ما يمنعش ان احنا في عالم احتراف، ما فيش ما يمنع طبعًا انك تجيب لعيب من بره، لكن طبعًا كمان انك تفرز لعيبه من تحت ده كمان مهم قوي. يمكن بدايه موفقه للنادي الاهلي، رغم ان بدايه الدوري كانت يعني تقيله شويه، اسماعيلي في مصري، ولكن بدايه موفقه. لكن وجهه نظر حضرتك شفت ازاي مواجهه الاهلي مع الاسماعيلي والمصري؟ يعني طبعا الفرقتين فرقتين كبار جدا، خاصه فرقه الاسماعيلي فرقه المصري، يمكن بتتكلم على تاني وتالت الدوري السنه طبعًا اللي فاتت يعني. فلا فرقتين يمكن كان في شويه الاداء ما كانش مميز قوي في مباراه الاسماعيلي، لكن مباراه المصري اتعملت بشكل رائع. انا شايف النادي الاهلي عمل مباراه جيده جدا في مباراه المصري، كان في استحواذ بشكل كويس، كان في فتح الملعب بشكل كويس، فرص كتيره جدا. وزي ما بقول لك دي بدايه سيزون، وخاصه مع فريق كبير زي الاسماعيلي والمصري انك تطلع بالنتيجه ديت لا باس بيها. احنا كلنا شفنا الدوري يعني طبعا، يعني في فرق كتيره جدا اكتر من اربع خمس فرق عندها نفس عدد النقاط، لكن زي ما بقول لك المستوى هيعلى مفيش شك، تثبيت التشكيل، معرفه الاخطاء شويه، ده هدف كوليبالي اللي احنا بنشوفه زي ما بقول لك، هو قوه هجوميه كبيره جدا في النادي الاهلي ولعيب مميز. لكن انا خاصه في مباراه المصري عجبني جدا اداء النادي الاهلي، على عكس يمكن السنين اللي فاتت، انا اعتقد كان السنين اللي فاتت بيبقى فيه النادي المصري كان بيظهر يمكن بشكل افضل شويه، كان بيعمل ضغط على النادي الاهلي وبيحرز اهداف والنادي الاهلي بيرجع للمباراه، لكن المباراه ديت اعتقد النادي الاهلي سادها بشكل كبير اكتر من 80 90% من تاني جوله المباراة. في وتاني جوله لسه بتجهز يعني. فلا يعني بدايه مش ممتازه قوي زي يعني ان انت كسبت الماتشين، لكن اعتقد بدايه مقارنه بالفرق اللي انت لعبتها بدايه جيده جدا يعني. البدايات في الدوري لما بتبدا مع فرق قويه، تبدا اسماعيلي ومصري، مع احترامي كل الفرق قويه، لكن تبدا بفرقتين زي دول افضل ولا تاخدها تدريجي كده يعني يبقى في فرق في المتناول افضل؟ لا اعتقد انك يعني خلينا نتكلم باللغه العاميه كده، انت بتخلص من من اللي فوقيك ومن اللي التقيل يعني، لكن طبعا بتاخد دفعه كويسه، بتاخد طبعا دفعه كويسه. وكمان لما تركب الدوري من بدري، انا خلي بالك النادي الاهلي برضو مهما قلنا بطوله افريقيا بطوله الدوري بطوله مفضله ما فيش شك يعني طبعًا. لكن احنا بنتكلم على السنه دي، لا في فرق مميزه جدا، الدوري مش سهل زي كل سنه، في عناصر وفي موسم انتقالات لكل الفرق اشتغل بشكل كويس، لكن بدايات مهمه. وانا دايما بقول البدايات مش اول ماتشين ثلاثه، انا بالنسبه لي البدايات يمكن اربع او خمس اسابيع من الدوري. وزي ما بقول لك حظ النادي الاهلي ان هو مشغول ببطولات كتير، الفرقه تاخد انسجام طبعا، تبدا الفرقه تخش كمان في مود الدوري. كمان لما يبقى معاك مدير فني بادئ معاك الموسم ده محتاج الخمس ست جولات دول عشان تعرف على كل اولياء الفريق. وزي ما بقول لك هو انا في اعتقادي يعني الجهاز الفني ملم بهذه النقاط سريعا، وهتشوف
استقرار في التشكيل. خلاص انا اعتقد يعني القائمه كملت، خاصة المباراة اللي جاية. غياب حسام عاشور ما اعتقدش ان هو طبعا خبراته هيأثر شوية، لكن في البدائل الجاهزة يعني. يمكن الفترة اللي فاتت زي ما انت حضرتك قلت ان الاهلي ظهر بالشكل المطلوب ولسه البداية، ولكن ضغط المباراة ده بقى كابتن، يعني انت جاي لاعب ماتشين في افريقيا، بعدين داخل لاعب اسماعيلي في مصر، طالع ترجي، فبرضه بداية موسم وكل حاجة، لكن يعني ضغط المباراة ضغط المباراة صعبة جدا. كابتن محمد يوسف امبارح بقول لك احنا حاسين هيبقى في اصابات الفتره الجايه، لكن هو ده الموجود. مفيش شك طبعا ان هو يعني كل 3 4 ايام مباراه، وما بين المباراه والمباراه ممكن يكون سفر، وكمان انت خلي بالك مركز في اكتر من بطوله، يعني البطولات يعني تقسيم البطولات، وكل بطوله بفرق بتلعب بشكل معين، انت بتلعب بالزبط. في افريقيا بشكل معين، الدوري ليه شكل معين، البطوله العربيه فرق بتلعب بشكل معين، السنه دي قبل ما هتقف فيها بتبدا البطوله الجديده فكله طبعاً. عمليه ستريس كبير جدا، لكن ده زي ما بقول لك ده يعني دي كره القدم. في فرق كتيره جدا زي برشلونه وريال مدريد بيلعبوا اكتر من 50 مباراه في السيزون، لكن بيكون متقسمه بشكل علمي افضل شويه، لكن ده قدر النادي الاهلي زي ما بقول لك دايما الجماهير، وده واصل للجهاز واصل للاداره، ان الجماهير لا ترضى الا بالفوز. واعتقادي الشخصي ان العمليه محتاجه يعني اسبوعين كمان 3، وهتلاقي الدنيا على شكل الاداء اللي انا شفته امام مباراه المصري خاصه. اعتقد لا النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي هيعمل حاجه كويسه قوي. الترجي مباراة مهمة جدا، مع الترجي في تونس كان له المكسب، المباراة دي صعبة ولكن اكيد حظوظ النادي الاهلي كبير. دايما حظوظ النادي الاهلي كبيرة، يعني في معظم الاحوال انت المرشح الاول، خلينا نتكلم دايما هو النادي الاهلي، لكن طبعا مباراة الترجي مباراة صعبة، بيلعب هناك في الترجي، خلي بالك برضو هم متصدرين المجموعه، النادي الاهلي عنده طموح انه يكسب هذه المباراه يتصدر المجموعه طبعا. اعتقد المشوار الافريقي ماشي بشكل جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مباراتي تاون شيب دول ظبطوا يعني رغم يمكن المباراه الاولى، خلينا نتكلم بس في مراحل معينه، ما تتكلمش على الاداء تمام. في مراحل معينه انت محتاج انك تلم بوينتس، لان ممكن جدا تلعب مباراه جيده جدا على مستوى الاداء وتغلب واخرج من البطوله. لا، في اوقات معينه انت محتاج فعلا انك تكسب، محتاج بغض النظر انت بتلعب كويس بمستحوذ، لكن انت الغرض الاساسي تكسب، وده اللي عمله النادي الاهلي. مباراتين 6 نقط بغض النظر على الاداء، حطوا تاني في الريز او في السباق، ودخل تاني دلوقتي ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه يعمل نتيجه ايجابيه ويتصدر المجموعه، وده الهدف الرئيسي، يعني اعتقد هو ده الهدف الرئيسي. ذكر رادس ذكر، يعني جمهور الاهلي عنده سعاده كبيره صحيح، وبرضه المنافس الترجي فرقه محترمه وحط ده في الحسبان طبعاً. البدايه كانت امامهم في البطوله الافريقيه، الاهلي عمل كل حاجه ولكن برضه كان سيء الحظ، ونجح الترجي انه يخرج من هنا بتعادل. مظبوط، ما زي ما بقول لك هي مباراه هناك خلاص، انا في اعتقادي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ما عندهاش الضغوط العصبيه انها بتلعب في تونس او بتلعب في افريقيا، خلاص الموضوع ده اعتقد منتهي بشكل كبير جدا، خبرات كبيره جدا، لكن ما فيش شك انك الاسم بتلعب بره ارضك ده بيدي اولويه لصاحب الارض شويه، لكن النادي الاهلي بقول لك، وانا في اعتقادي حتى مباراه النجمه ديت هتبقى كانت مفيده قوي لمباراه الترجي، انك حتى تلعب مباراه وتتعادل فيها، فدي زي ما بقول لك بتزود الروح المعنويه شويه وبتزود تركيز اللعيبه، حتى لو كان كده كده مركزين، لكن كمان بتزود انك لا خلاص انت متعسر في مباراه، المباراه اللي جايه ان شاء الله لازم تعوض فيها وترضي على الاقل طموحك انت، وكمان دي يكون في جو مناسب للمباراه اللي جايه، يعني ان شاء الله مكسبنا مباراه الترجي هيدي اريحيه وهيدي ثقه في النفس لمباراه الدوري القادمه ان شاء الله. الصحف التونسيه رغم التعادل اللي حصل في المباراه الاولى، يعني منشطات الصحف التونسيه النهارده رادس عاصمه الاهلي، الاهلي قادر، الترجي يجب ان يكون حذرا، فشايفين برضو ده واصل طبعا ده واصل، هي واصل للجماهير واصل للاعلاميين هناك واصل للجهاز الفني واللعيبه ان مباراه النادي الاهلي مش سهله، وعارفين قد ايه النادي الاهلي المباراه الاولى يمكن كان متعسر شويه، حظه كان وحش جدا بالزبط. رغم انه كان مستحوذ على المباراه بشكل كويس لكن ما قدرش يكسب، فده طبعا زي ما بقول لك ده واضح وواصل هناك، وده كمان بيدي مسؤوليه اكبر على النادي الاهلي، يعني انت لو هناك الناس مستهتره شويه او قال لك الاهلي مش في حالته، ده بيدي نوع من انواع كمان التحدي للنادي الاهلي ان هو يثبت انه على قدر هذه المسؤوليه، وزي ما بقول لك مباراه صعبه مش سهله على المستوى كمان الفني، مباراه
والفريق كده مفتوح يعني، حتى طبعا لا هم حتى الجهاز الفني النادي الاهلي كان فيه العناصر اللي موجوده بتشوف الترجي وهو بيلعب الاتحاد طبعا انت شايفه بشكل كبير، وهم شايفين برضو الاهلي مع تاون شيب، وشايفين الاهلي مع الاسماعيلي والمصري. خلاص الدنيا خلاص فتحت يعني ما بقاش على ايامنا زمان الله يرحمه كابتن جواري كان بيتعذب عشان نجيب الفيديو ونتفرج على بالظبط. خلاص لا الامور دي كل الامور كلها مفتوحه والناس عارفه كل فرقه بتلعب ازاي ونقط ضعفها، ولكن انت تحط بقى البلان وتحط الخطه المناسبه للمباراه ديت بتوقيتها بالعناصر الموجوده عندك بعناصر الفريق في اخر مباراه، فدي يمكن الحسبه اللي بيحسبها المدير الفني. هم عارفين طريقه، كل حد عارف طريقه النادي الاهلي، واحنا كمان عارفين طريقه الترجي، لكن اللي بيتحسب في المباراه دي حاله اللاعبين عامله ازاي، الشغل الفني على المستوى الدفاعي والهجومي يبقى عامل ازاي، هي دي النقاط اللي بيشتغل عليها المدربين بجانب طبعا اداره المباراه نفسها، وده الاهم يعني. يوم المباراه ده يعني اداره ده المباراه ده الاهم ده يعني ده ممكن تحط بلان حلو قوي هنلعب بالطريقه ديت وهيكون شكلنا كده، الله يصاب لاعب يطرد الدنيا تبوظ، ممكن جدا المنافس لعب بشكل مختلف او ظهر بشكل مختلف، طريقه ادائك جوه الملعب ادارتك للمباراه هي دي اللي ممكن تفرق كتير جدا. طبعا بذكر الكابتن محمود الجوهري والشرايط وبتشوف المباراه بالعافيه، كان يقال على الكابتن محمود الجوهري صف مدافعين لوحدهم، لعيبه خط الوسط لوحدهم، كابتن هاني رمزي مثلا المدافع بتاعه عنده ماتش مهم بيجيب لك الفيرول بتاعك يفرجك عليه بيتحرك ازاي، ده كان بيعمله الكابتن جوهري. كابتن جوهري كان يعني هو دايما كان سابق بصراحه، كان سابق وكمان الديتيلز كان بيهتم جدا بالديتيلز الصغيره. يعني كابتن جوهري كان زي ما بقول لك يعني في مهاجم طويل يجي يجيبني ويجيبني ويجيب كابتن هشام يكن وكابتن ربيع ويقول اتفرجوا بص بطريقه لعبه ازاي، بص بيعمل ترن ازاي، بص بيطلع بدماغه ازاي وبيكتف ازاي، شوف بيحضن ازاي، بيديك زي بيقولوا كده ايه برشامه صغيره كده تخش بيها الامتحان. فكان هو كابتن جوهري مستر انه كان يعني الديتيلز الصغيره بيشتغل عليها كويس. خط الضهر بيختلف ده يا كابتن لما تبقى انت لعيب حافظ يعني كمدافع مثلا حافظ بيساعدك طبعا بيساعدك بشكل او باخر، شايفه كويس عارف ازاي ممكن يعني ما بيبقاش مليون في المية انت خلاص حفظته فهتعمل عليه ماتش كويس طبعا. لكن عارف نقاط قوته ايه ضعفه، وحتى يعني بيقولك لما الجون حتى بيشوط ساعات كان هو الجون كان بيمسك الكرة ويشوطها بيطلع يمشي بيها حتى يقول لك الضغط على الجون بترجعوا انتوا لكل غير مباراتنا الشهيره في كاس العالم غيرته يعني منتخب مصر ياما غير لوائح. لا طبعا كابتن جوهري كان سابق عصره يعني الله يرحمه، يعني هو اللي علمنا ازاي نكون مخلصين في عملنا، الديتيلز الصغيره ده مهمه جدا جدا في كره القدم، والحمد لله يعني عمل اجيال زي شايفين احمد حسن ومن اول كابتن حسام وابراهيم وانا وعناصر كتيره جدا ونجوم كبيره جدا استفدنا من كابتن جوهري حتى في حياتنا بعد الكوره في حياتنا التدريبيه يعني. فلا حاجه مختلفه خالص، وتاني بقول لك في شغل دلوقتي كابتن جوهري كان بيعمله عمليه التخصص وشفناها في كاس العالم دلوقتي، بقى في مدرب للمهاجمين بس يعني تيري هنري في بلجيكا بقى في مدرب زي مدرب حراس المرمى كده، لا في مدرب خاص بالمهاجمين، ممكن جدا في مدرب خاص للمدافعين، وده مهم ان انت بتشتغل التخصص يعني تخصص وبعدين بتربط يعني انت خلي طبعًا. بالك هو بيربط، هو ما بياخدش المهاجمين بس ويشتغل عليهم طبعًا. لا ده بيشتغل واكيد المهاجمين دول معاهم مدافعين، لكن طبعًا. الديتيلز الصغيره التحركات والخبرات اللي نقلها تير هنري للمنتخب البلجيكي اكيد كانت ايجابيه جدا. فبقول لك زي ما بقول لك هو الفرق ما بين مدير فني ومدير فني الديتيلز الناس شايفه انها صغيره، اعتقد ده مهم جدا جدا، ده اللي بيفرق عن مدير فني عن التاني. واكيد في المرحله الجايه فرق في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله عمل كابتن هاني رمزي بيعملها وفي تعاون مع كابتن فتحي مبروك عشان القطاع يمشي في سكه تانية. صحيح عرف منك حاجات كتير، لكن بعد الفاصل نرجع فاصل ونعود لنتواصل. اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنت بقول للكابتن هاني رمزي قطاع الناشئين وفي تعاون كبير، لكن خليني اقول لكم في بعض الادارات بتفضل تجيب لعيبه جاهزه وبعض الادارات بتهتم بقطاع الناشئين عشان تستثمره، والبعض بيهتم بالاثنين. انا شايف من الكلام زي ما قال الكابتن هاني لان الموضوع ده بيتفهم غلط،
يقول لك خلاص بقى تهتموا بالقطاع، انتوا مش هتشتروا، انتوا ليه؟ لا، اهتم بالقطاع، يطلع لك لعيبه كويسه، واللعيب الافضل اللي انت شايفه هيجي يضيف اكيد هتتعاقد معاه. مفيش شك، زي ما بقول لك انت هتشتغل على الاثنين بشكل مباشر، انك مفيش شك اللعيب اللي في عندك نواقص ممكن جدا تجيب لعيب مميز جاهز من بره النادي وتدفع فيه مبلغ كويس لا مانع، لكن مش كل الطبيعي مش كل الصفقات تكون موجوده. يعني قطاع الناشئين عندنا في النادي الاهلي قطاع ليه تاريخ كبير جدا وطلع لعيبه على مستوى عالي جدا على المستوى المحلي على المستوى الدولي شريان لكل المنتخبات، لكن برضو خلينا نتكلم في بعض السلبيات مفيش شك، محتاج شويه بادجت محترم يعني تحط فيه جزء كبير طبعًا من الفلوس عشان تقدر محتاج تدعمه بلعيبه برضو في الاعمار دي طبعا. انت بتتكلم على قطاع بيبدا من براعم من سن صغيره جدا تتكلم من سن 10 سنين لغايه ما يكون الولد عنده 18 19 سنه، ف القطاع كبير في مفيش شك ان في بعض المشاكل، لكن الاساس لقطاع الناشئين حاجتين، الحاجه اللي انت قلت عليها يا ابني بيوفر على الاقل كل سنه او كل 3 4 لعيبه مميزه طبعا يكونوا اضافه للفريق الاول، وعلى الجانب الاخر انك كمان تستثمره في انك تطلع لعيب بره مصر كمان حتى لو مش هيلعب في النادي الاهلي، انك تربط علاقاتك بالانديه الاوروبيه من خلال دورات من خلال بعض النشاطات مباريات وديه مع قطاعات للناشئين. انا عن نفسي لما كنت بلعب في النادي الاهلي رحت لعبت في المانيا ورحت لعبت في فيردا بريمن نفسه وانا عندي 13 سنه، رحنا عملنا بطوله هناك، رحت كندا في تورنتو كان في مسابقات للقطاعات بتطلع تحتك. حلو الاحتكاك ده، حلو طبعًا جدا، ويعني زي ما بقول لك كمان ونجيب الناس دي كمان عندنا شخصيه يعني. اللاعب في السن ده 12 و13 سنه وبيطلع يلعب بره وبتاخد ثقه، هو كمان اللعيب بيكتسب خبرات يعني ما يحتك بالخبرات ديت. الولد صغير هناك عنده 14 سنه ممكن احنا بنكون احسن منه لكن حته تكسر الحته انك تتعامل مع لعيب اجنبي او تخرج وعندك ثقه تلعب بره والكلام ده كله مهم كمان جدا احسن منه بالظبط، فده مهم جدا ان ده غايب شويه عن القطاع بقاله فتره. فانا بتكلم في اللي احنا عايزينه ان شاء الله مع كابتن فتحي مبروك رئيس القطاع ده في المستقبل هنشوفه بقى هنشوف ده اللي هنشتغل عليه، ان احنا على الاقل ان شاء الله بقول لك في اولاد كويسين جدا في القطاع مواليد 97 ممكن ان شاء الله نشوفهم من خلال السنه دي، بالكتير السنه الجايه يكون عندنا 3 4 لعيبه من القطاع. ورش عمل حضرتك بداتها مع مدربي القطاع في تصور معين وفي شكل معين وفي رؤيه للمستقبل؟ ما فيش شك ان احنا بس اول حاجه يعني عملت ورشه عمل واحده بس كان الاساس بتاعها ان احنا نوحد طريقه لعب خاصه 4 فرق تحت الفريق الاول بنفس طريقه الفريق الاول، لان انت عارف بتبقى هي عامله زي السلسله طبعا. الفريق الاول بيلعب لو قلنا 4-2-3-1 لازم مواليد 97 و99 و2000 و2001 يلعبوا تقريبا بنفس الطريقه، انت بتقرب وبتجهز الناشئين دول للفريق الاول بالظبط، لان هيحتاج في وقت من الاوقات حد من الفريق الاول بيحتاج ولد من 97 فبياخده فهياخد 97 هيكون عنده نواقص فهياخد من 99 فلازم يكون عارف نفس الفريق ده حافظ الطريقه وحافظ اللعب وشايف الشكل بالظبط، فما يكونش عندك. ويمكن اتكلمت مع حسام غالي شويه اللي كان المشاكل اللي بتقابل الجهاز الفني في الفريق الاول بالنسبه للولد اللي بيتصعد فوق عندهم مشكلتين، الناحيه البدنيه والتكتيك شويه البوزيشن او الناحيه التكتيكيه او الثقافه التكتيكيه داخل الملعب، لانه يعني بيلعب تحت بطريقه فاذا ما كانش لعيب عنده التالنت معين يقدر يدخل هو بسرعه بالظبط فبيقابل مشكله واكتر من لعيب خرج ورجع لانه ما كانش عنده دي خدها ورجع بالظبط فبقى عنده مشكله، فدي بدانا نحلها ان احنا اولا بنوحد طريقه اللعب 4-2-3-1. الجزء الثاني النواحي البدنيه بدانا ندخل العلم شويه في من خلال القياسات وجبنا قياسات على اعلى مستوى طبعا كانت زياره الكابتن القطاع كابتن الخطيب كان زارنا وهو مهتم جدا بقطاع الناشئين وكان زياره يعني الناس كلها فرحت بيها قوي، وزي ما بقول لك يعني هو الشغل العلمي بدا لازم يخش شويه في قطاع الناشئين بدايه من القياسات البدنيه زي ما بقول لك احنا نهتم بالجزء البدني وكمان نهتم بالجزء التكتيكي عشان الولد لما يطلع فوق على المستوى البدني يكون قادر انه يجاري هذه المستويات العاليه، وعلى الجزء التكتيكي داخل الملعب ما يكونش عنده مشاكل تكتيكيه يعني. انا شايفه من كلام حضرتك كابتن ان هيتم معامله الناشئين زي كانك بتعامل الفريق الاول، الجزء البدني الجزء الطبي الجزء الخططي كل ده تعمل بشكل معين وبنفس الشكل وبالتوازي مع الفريق الاول، يبقى عندك سهوله جدا تختار العناصر اللي تقدر تطلع فوق اللاعب يطلع فوق هيبقى سهل كمان مستغرب. تختار اللي يقدر يكمل ولا لا يعني انت لما بتحطه تحت هذه مش هقول لك الاختبارات لكن انت بتشوف الولد في مستوى بدني معين قادر انه يكمل هذا المستوى
على يطلع الفريق الاول يكمل بهذا المستوى، لا هو ممكن يقف عند جزء معين حتى على المستوى التكتيكي، ممكن لعيب في الناشئين يبقى كويس قوي لكن ما يقدرش يكمل للفريق الاول لان قدراته البدنيه وقراده الفنيه ما تاهلوش انه يلعب في الهاي ليفل دوت يعني. فكل دوت زي ما بقول لك هو دايما قطاع الناشئين زي المصفى كده، ماسك مصفى بلغه المطبخ شويه وعمال ترج فيها. اللي بيفضل هو الحبه الكبيره اللي هي الحبه تمام. البدني مميز والتكتيك مميز، ولكن في المواصفات مواصفات البطل، ما انت ممكن مواصفات البطل، مواصفات اللي يلعب لفريق النادي الاهلي ممكن تكون غير مواصفات فرق ثانيه، لكن انت بتطلع واحد المفروض انه يلعب تحت ضغط كبير جدا، عنده طموح عالي جدا ودايما قدامه المكسب، بس بدنيا لازم يكون واقف على رجله، تكتيكيا لانه بيلعب في مستويات عاليه، النادي الاهلي بيلعب على المستوى على المستوى المحلي، المستوى الدولي طبعا. راح كاس عالم للانديه، فلازم يكون مؤهل من جميع الجهات. فكره اعاده الاحتكاك بالمدارس الاوروبيه دي اللي كان بيحصل اول طبعا دي هتكون اضافه كبيره. طبعا اضافه كبيره، وزي ما بقول لك كمان هيكون هتسهل شويه عمليه لو عندك لعيب صغير ممكن جدا يطلع معايشه يلعب في المانيا، ممكن من قبل ما يلعب في النادي الاهلي او ممكن قبل ما يلعب للفريق الاول ممكن جدا تسوقه عن طريق المباريات ديت والدورات ديت. كنا بنشوف في الدورات دي دايما يا كابتن الصحف ومجله النادي الاهلي كانت تكتب ان مثلا الفريق الفلاني في المانيا اعجب بالناشئ الفلاني والفريق الفلاني، كان زمان بقى في خوف انك تطلع الناشئ الصغير حتى تحطه في الاختبار ده. دلوقتي لو اتيح وبقى في فرق عايزه تاخد لعيبه لوقت معين او بشكل معين، بالعكس ده مهم جدا انك ممكن جدا من خلال المباريات ديت في فرنسا في دورات بتتعمل، في المانيا في دورات بتتعمل، في هولندا في دورات بتتعمل، انت ممكن تطلع بثلاث فرق من مواليد 2001 و2 و3 اولاد عندهم لسه 15 16 سنه ياخدوا الاحتكاك وكمان يبقى في ناس بتبص ممكن جدا النادي اللي هو بيلعب فيه يقول لك اللعيب ده كويس ما تخليه يقعد عندنا اسبوعين ثلاثه ولو قعد وبدا يحط رجله واتبسطوا منه ليه لا، ان ممكن حتى اللعيب ده يتسوق من غير حتى قبل ما يلعب الفريق الاول، ما فيش شك ان الفريق الاول ليه الاولويه، لكن طبعا ايه المانع ان اللعيب صغير عنده 18 سنه 17 سنه نفسه بشكل يطلع يحترف بره من الصغر، وده مهم جدا يعني. اولا عائد استثماري للنادي الاهلي ما فيش شك، ثاني حاجه زي ما بقول لك خطين متوازيين، انك بتحاول بقدر الامكان توفر لعيبه للفريق الاول، وعلى الخط الثاني انك بتكسب لعيبه محترفه وتاخد منهم عائد مادي كويس. اكيد عشان احب اتكلم بصراحه، يمكن القطاع في الفتره اللي فاتت والنتائج وما كانتش على القدر الاسم الكبير للنادي الاهلي، كان في بعض التراجعات شويه في بعض الفرق، لكن زي ما حضرتك برضه في فرق كبيره. الفتره الجايه ان شاء الله بتوعد جماهير الاهلي يشوفوا القطاع في انه شكل. هو زي ما بقول لك جماهير النادي الاهلي يهمها ان اكبر عدد من ولاد النادي يلعبوا في الفريق الاول، تمام. لان انا واحد من النادي الاهلي وعارف القصه دي كويس، لكن بنحاول نغير شويه الافكار، بنحاول نغير شويه المعايير اللي موجوده حتى على المستوى المدربين. يعني انا بقول دايما المدرب انا ما يهمنيش انك تجيب لي بطوله اكتر ما تبني لي او تطور اداء لعيبه اتنين تلاته في فرقتك عشان يبقوا مؤهلين يطلعوا للفريق الاول، دي فعلا هي دي البطوله الحقيقيه. ممكن تخسر بطوله 15 سنه ايه المشكله، تمام، لكن انك تطور لعيبه انك تطلعها للفريق الاول هو ده المكسب الحقيقي. لان دايما احنا بيكون في لغط شويه ان ممكن ده بيخسر بطولات في دي مش قصه مهمه قوي، اكتر طبعا مهم في اهداف يعني مهم. مش في قطاع ناشئين مش البطوله بس ممكن لا. تحافظ على فرقه عشان في اتنين لاعبين انت شايف مستقبلهم طالعين. انا بقول للمدرب انك مش هحاسبك مطلوب منك البطوله، انت بتلعب في النادي الاهلي، لكن انا هكون مبسوط منك جدا لو طورت اربع خمس لاعبين في فرقتك احسن ما تاخد بطوله ل 15 سنه واشوف واشوفش تطور، ما عنديش لعيب يصلح الفريق الاول في الخطه اللي حضرتك حاططها بهذا الشكل. لا انا عندي انك تطور اربع خمس لعيبه بشكل كويس وكمان تاخد بطوله، كده عملت ال 100%، لكن الاهم عندي انك تطور اداء لعيبه عندك في البوزيشن اللي موجود. وكنت اتكلمت مع بعض كمان المدربين ان احنا لازم نشوف احتياجات كمان في ايه من خلال بلاننج، احنا عندنا مشكله باك شمال نبدا ندور عن انت بتاهل من تحت طبعا انك اول حاجه تبص لها عندك ايه في القطاع تحت باك شمال عندنا ولد كويس تبدا تصعده، فلازم يكون في بلان واضح كمان من خلال الربط مع الفريق الاول احتياجاتهم ايه في الفتره اللي جايه. احنا يعني ربنا يدي كل لعيب يلعب 100 سنه لكن في وقت معين بيقف عند حته معينه، ففي بلاننج ان خلال الثلاث اربع سنين اللي جايه ايه اللي عندك ناقص ونقدر نحضره من تحت. عندك راس حربه عندنا راس حربة محتاجين كمان سنتين راس حربة، يبقى انت تبني من تحت انك عندك
يعني بنحاول بقدر الامكان ان انت ما بتشتغلش بين يوم وليله، لا ده عايزه تحضير كبير جدا، انك حتى على مستوى الفريق الاول بتشوف احتياجاته ايه الفتره اللي جايه، وقطاع الناشئين يبدا يشتغل عشان يوفر هذه الاحتياجات. تغيير تطور او فكر المدرب نفسه انه مش بطوله بس، لا انا حلو. انا مهمتي ان انا اصنع تكوين نجوم، يعني تكوين لعيبه على مستوى زي ما قلت لك الاداء البدني والاداء التكتيكي. يعني اكيد ده جزء كويس جدا، اكيد حضرتك والكابتن فتحي مبروك شغالين على ده كويس جدا، لكن اكيد طبعا بعيدا عن ضغوط الفريق الاول هيبقى في اعداد بينكم وبين الجهاز الفني يعني لتلاقي النقاط دي، لان طبعا ده هيبقى ممكن حضرتك تبقى انت شايف في حته وبرضه هو بقى عنده لعيب كويس بس برضه محتاج في الحته دي. انا دايما بقول لازم على الاقل مثلا يكون في، انا عارف ارتباطاتهم كتيره جدا، لكن لازم يكون في لينك بيننا وبين هو طبعا العلاقه اكتر ما بين مواليد 97 كابتن عادل عبد الرحمن والفريق الاول، لكن كمان احنا عندنا ربط مع من خلال كابتن فتحي مع وجودي مع محمد يوسف ومع كالدرون. ايه زي ما بقول لك احنا عايزين انتوا طلباتكم ايه الفتره اللي جايه، احنا ممكن نرشح لعيبه من عندنا، والله في ولد كويس مواليد كذا ممكن تشوفوه او تلقوا نظره عليه ويكون موجود، ده مهم جدا. فبقول لك الرابطه كلها هي منظومه واحده، لازم تكون كلها مربوطه بحلقه كبيره، لان اي حاجه صغيره ممكن تخلي بالموضوع. فالرابط ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول ده موجود، وان شاء الله هيكون متواصل بشكل علمي افضل شويه، علشان زي ما بقول لك الغرض الحقيقي ان احنا نطلع لعيبه كويسه ولعيبه مميزه جدا من ناشئ النادي الاهلي للفريق الاول، وعلى الجانب الاخر ان احنا نعمل عمليه تسويقيه ممتازه للاستثمار في لعيبه النادي الاهلي. ده اكيد هيبقى رائع في ظل طبعا الاسعار الكبيره جدا اللي عليها اسعار كتيره جدا اللعيبه، وبعدين النهارده ما بيجي النادي الاهلي يخش في لعيب سعره بيبقى في حته تانية، معظم اللعيبه اللي بتتباع لباقي فرق الدوري بتبقى باسعار يعني مختلفه تماما، ولكن انت بتوفر جانب كبير جدا، ومع نفس الوقت كلامك كان محترم، بتقولي لازم برضو توفر جانب مادي كبير في الموضوع ده علشان اقدر لازم تصرف كويس على القطاع، ولازم يكون في بادجت كبير او محترم للجهاز للقطاع نفسه عشان تبدا تطور اداء اللاعبين بشكل كويس، ليكون عندك بنيه اساسيه بشكل كويس من ملاعب وغرف خلع ملابس واستشفاء، وكل ديت محتاجه فلوس، يعني محتاجه فلوس ومحتاجه بادجت كويس انك تاهل اللعيب وتهيئ له الجو المناسب لانه يشتغل يعني مش هقول بروفيشنال لكن بجو احترافي بشكل كويس، ده بيساعد بشكل كبير جدا. اختبارات الاهلي مختلفه السنه دي، في اختبارات في محافظات، هيبقى في اجواء زي دي، لان طبعا المساحه كبيره كل اللي بيجي لك هنا، ما انت كمان بتفتح باب انك تروح تشوف في المحافظات وتشوف المواهب، لان اكيد المواهب دي مليانه. بص مهم جدا، ويمكن متاخرين شويه احنا في اختبارات المحافظات، لكن بدانا بالفعل من يوم السبت، والكابتن فتحي اعتقد انه موجود في اسوان من امبارح، لان طبعا في ناس كتير جدا محبي النادي الاهلي ويحبوا يكونوا موجودين في النادي الاهلي، المسافات هي اللي بتعوقهم، مسافات كبيره جدا، فاحنا بنبدا نروح لهم ونشوفهم هناك، ده جزء مهم جدا جدا، لانك حتى كان لي وجهه نظر ان ربط الاكاديميه كمان، احنا مش عايزين اكاديميات النادي الاهلي ممكن متواجده في اماكن كتير، لازم دي يبقى بينها ربط طبعا، تصب في قطاع البراعم وقطاع الناشئين، يعني المميز في الاكاديميات ليه لا انه يخش قطاع البراعم، ومن طبعًا البراعم يخش للناشئين ومن الناشئين اللي معظم اللي بيخش الاكاديميه عينه على القطاع، هو عارف هو عايز انه هو عايز يعني الاكاديميه، مش عايزين نقول ان اكاديميات النادي الاهلي غرضها الربح، لا اكاديميه النادي الاهلي غرضها ان هو السكاوتنج الكبير بتاع النادي الاهلي، اللي هو العين اللي بتبص للبراعم الصغيره عشان تبقى هي فرع من فروع انها بتدخل لقطاع الناشئين ومن قطاع الناشئين للفريق الاول، فهي عمليه كلها زي ما بقول لك مرتبطه ببعض، الاكاديميات الموجوده حتى ممكن يكون اكاديميات في الدول العربيه ممكن يكون موجوده، يبقى ده برضو عندنا طبعًا يعني ربط كبير جدا ما بين الاكاديميات والقطاع. يعني كان البعض بيتكلم معايا يقول لي ما هو اختبارات النادي الاهلي للبراعم في محافظات جانب مالي، قلت لهم لا يمكن مدرب هيروح ويشوف لعيب هيعجبه ومش هياخده. لا طبعا بص يعني الاختبارات دايما تاني عشان بس الناس كل واحد ابنه في عينه احسن واحد طبعًا في الدنيا، يمكن لا تحصل معانا كتير المدربين للاسف لا المدربين للاسف طبعا بيعانوا او عندهم لود كبير جدا جدا ان هو ليه ما خدتش ده ابني كويس والحاجات دي كلها كلنا عارفين، لكن لازم الناس تعرف ان في معايير
للاختبارات، معايير معينه بيحطها ان هو اللعيب ممكن هو انت في عينك ده لعيب كويس، لكن في معايير معينه بيتقاس بيها، النواحي البدنيه، النواحي التكتيكيه، النواحي المهاريه، يعني في نقط كده بنتكلم عليها بدنيا الولد ده عامل ازاي. احنا عندنا كان مشكله مصر كلها كانت عمليه التزوير والتسنين والقصه دي كلها، طبعا دي مشكله كبيره بيعاني منها كل معظم انديه طبعا. مصر يعني، فدي لازم نشوفها بشكل مباشر. ممكن الولد يكون كويس قوي، يعني في ولد يعني مواليد 97 ويقول لك ده انا 2001، يعني في بيجي كده، فلازم طبعا. فلازم انت تنقي العناصر دي كلها، وزي ما بقول لك دي اخطر مشكله في قطاعات الناشئين. دي مشكله التسنين والتزوير، ده للاسف اخر 4 سنين في قطاعات الناشئين بتاثر بشكل سلبي جدا طبعا. جدا يعني على المنظومه كلها بما فيها حتى الفريق الاول. لكن الفترة الجاية بالنسبة للشكل العام اللي حضرتك طمنت بيه كل المشاهدين حاجة محترمة وحاجة كويسة، واضح كده ان الفترة الجاية هتكون في نقلة كبيرة في قطاع الناشئين، وده هيرجع بالفوائد على الفريق الأول. طبعا احنا زي ما بقول لك هي القصة كلها ان احنا بنحاول بقدر الامكان نشتغل بشكل علمي اكتر شوية، بنحاول افكار المدربين لازم تختلف شوية، بنحاول نحط سكاوتينج وبنبص بعين ان دوت يكون لاعب من ضمن كتيبه النادي الاهلي، ده مهم جدا. على النواحي السلوكيه كمان مهم جدا، بنحط استراتيجي لحاجه تانية انك بتربط الاكاديميات بالقطاع، بتحط استراتيجي انك بتعمل دورات خارجيه في بلاد اوروبيه زي المانيا وسويسرا وفرنسا وهولندا، وتجيب كمان الولاد دول موجودين عندنا هنا في مصر يلعبوا في النادي الاهلي ويعملوا دورات ويبقى فيه شكل مميز. بنحط برامج كمان تدريبيه للمدربين، انت قبل ما هتطور اداء اللعيب لازم تطور اداء المدربين، مدربين على مستوى بالزبط. عالي جدا، لكن برضو في بعض النواقص ان هو الحته العلميه والوسائل الحديثه للشرح كمان لازم يخشوا فيها ازاي يشرح. ده كله هتوفر للمدربين يا كابتن؟ بنحاول بقدر الامكان طبعا من خلال ورش العمل، من خلال ان احنا بنتكلم محتاجين شويه دعم طبعا في الفلوس، ما فيش شك كل ده بيحتاج فلوس، لكن هتلاقيه التطوير يعني التطوير ما بيجيش بين يوم وليله، انت بتتكلم طبعا. في بلان ممكن يقعد 4-5 سنين عشان تشتغل فيه يعني. فلكن انت لازم بس تحط الاساس بتاعه ان يكون في بلان موجود، في ارضيه محطوطه بشكل كويس، ازاي هتشتغل الفتره اللي جايه، ازاي هتبني مواهب، ازاي هتنقي كمان مواهب في اللجنه الفنيه، والربط مع اللجنه الفنيه برضو مهم جدا، فيها عناصر كلها لعيبه كوره وكلهم عيونهم كويسه قوي، كابتن علاء ميهوب وكابتن حمدي ابو رادي وكابتن محمود صالح. في القطاع يعني القطاع ليه كشافينه برضه في كل محافظات مصر. طبعا انا بقول لك هو ده السكاوتنج اللي عايزين نبنيه، يعني هو عايز تبني سكاوتنج كبير جدا جدا. بقول لك في لجنه الفنيه، ومن اللجنه الفنيه دي بتشوف بعض اللعيبه، المدربين كمان وهم بيلعبوا، وده طلبت من المدربين، ممكن النادي الاهلي بيلعب مثلا فرقه زي فرقه النصر ويشوف عندهم لعيب مميز، يبلغ على طول ان والله وانا بلاعب فرقه النصر او فرقه اكس او فرقه دجله او شايف لعيب كويس، شايف لعيب كويس ممكن جدا من خلال تفاوضنا مع النادي ان هو اللعيب ده يكون موجود بالظبط. فكل ده عمليه سكاوتنج، عمليه اكتشاف المواهب، عمليه كبيره جدا برضو ديت لازم تتطور بشكل او باخر يعني. هل فكره التخصص داخل بقى قطاع الناشئين اللي ممكن زي ما حضرتك قلت بقى ان الكره اتطورت في مدرب بس يعني زي حراس المرمى، مدرب بس المهاجمين، مدرب للمدافعين، ده ممكن برضه نشوفه في القطاع ولا لا؟ ده صعب شويه لان زي ما بقول لك ده هيشتغل في كل فرقه يعني ممكن تبقى في 97 مثلا، لكن انا في اعتقادي ان احنا عمليه التخصص، ويمكن انا اتكلمت في الحته ديت انه الجزء البدني لازم يكون فيه طبيعي جدا يكون فيه مدرب احمال او معد بدني للفرق وخاصة الفرق الناشئين، دارس كويس قوي، عارف، لان انت عارف ايهاب المعدلات او الاعمار السنية بتختلف. هو ما حدش بصراحة بيهتم في قطاعات الناشئين، مش بتكلم على الاهلي، في معظم يعني كل ما بشوفش الكلام ده في قطاعات الناشئين، لان الكلام ده أهم حاجة جدا، ده اهم حاجة، انت بتبني من تحت، ده انت بتبني. فلو ما كنتش ماشي بشكل علمي، يعني انا شفت في بعض الاندية والمدربين بيعملوا وحدات تدريبية ما ينفعش تعملها الولد عنده 11 12 سنه، هو شايفها على فشافها على اليوتيوب او شافها عايز يجربها معناها غلط، يعني معناها غلط لعيب على فكره. طبعا الجامبنج، الحواجز والحاجات دي، عمليه حتى التنافسيه، ما تديش بريشر على الولد وهو بيلعب مباراه، حتى مباراه وديه وهو عنده 10 سنين 11 سنه، يبقى فيه ممنوع اصلا انك تحطه تحت الضغط النفسي او التنافسي قبل ما يكون عنده 13 14 سنه. فكل دوت انك بتبني حتى على المستوى العلمي النفسي كمان،
وتبني على المستوى البدني ده مهم جدا. فعشان كده انا اتكلمت مع كابتن فتحي لازم يكون في على الاقل كل فرقتين من القطاع عندها معد بدني بيحط برنامج بدني للعيبه مؤهل طبعا وعلمي بشكل علمي. القياسات عملنا قياسات على مستوى عالي, جبنا اجهزه البولر والهارد ريت بتاع اللعيبه والاجهزه الطبيه الحديثه, ان لازم يكون اللعيب عنده فايل, عنده هيستوري ميديكال هيستوري, بيكون عنده فايل ملف الطبي بتاعه عشان تعرف بيصاب كتير او عنده ايه مشاكله. فمهم بقول لك تحضر دايما, التحضير عندنا متاخر شويه لكن لازم تحضر. لو بتحضر من بدري يبقى عندك حاجه تقدر تشتغل عليها يعني. اكيد الحاجات دي كلها هتبقى يعني قويه جدا. وانا حاسس من الكلام مع حضرتك كابتن ان في رؤيه جديده, في شغل بتعمل كويس جدا وده هينعكس. وانت حضرتك قلت برضو الكلام ده ما حصلش من يوم وليله. لا طبعا محتاج وقت, محتاج وقت ومحتاج بادجت, محتاج بلان. انا بقول لك مش اقل من 4-5 سنين عشان تقدر تقول عندك يعني عندك مؤسسه او عندك كيان من منظومه اتثبتت, وتبدا بقى بعد ال4 سنين أو 5 سنين تبدا تشتغل اوتوماتيك لوحدها يعني. فده محتاج وقت يعني. عايزين فراوده تقال عايزين يعني والله ان لا ان شاء الله في لعيبه كويسه ومصر كلها مليانه مواهب. وانا على يقين ان شاء الله النادي الاهلي يعني باذن الله في كل بطوله هيخشها ان شاء الله يكون فيها البطل. تحديات كبيره جدا, تحديات كبيره, ما بقاش خلاص الفروقات كبيره ما بين الانديه حتى على المستوى الاستثمار, على المستوى الفلوس بقى في ناس بتضخ دلوقتي بفلوس كتير في انديه طبعا. فده كل دي تحديات للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما اتكلم يمكن في انديه مواردها محدوده بتشتري ب 15 وب 20 وب 10 مليون لعيبه من الدوري. وفي طبعا انديه يعني انديه عاديه, وزي ما بقول لك هو كابتن محمود الخطيب قال كلمه حلوه قوي, اللي فارق النادي الاهلي عن الانديه الثانيه هي شخصيه البطل. شخصيه البطل دي ما بتتبنيش من يوم وليله يعني. شخصيه البطل دي عايزه شغل كويس, وعايزه امكانيات بدنيه, وعايزه امكانيات بشريه كبيره جدا. ولك يعني انا كل ايمان ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي على طريق الصحيح, وباذن الله يعني يحصد اكتر البطولات اللي هيخشها باذن الله, وخاصه البطوله الافريقيه. كلنا بنحب البطوله الافريقيه بجانب طبعا بطوله الدوري والبطوله العربيه, لكن موسم شاق طبعا, لكن الاهلي قد التحدي يعني. وقت مع حضرتك بيعدي سريع, لكن قبل ما اشكرك لو عايز تقول اي حاجه. لا خالص, انا طبعا بشكرك على الاستضافه الجميله ديت, واتمنى طبعا في بيتي طبعا, لكن يعني اللي انا شفته كمان والقناه والتطوير طبعا التطوير الهائل اللي موجود في القناه ان شاء الله يكون لصالح مش جماهير النادي الاهلي, الجماهير اللي بتحب الرياضه وكره القدم بشكل خاص. ان شاء الله باذن الله يعني نشوف بطولات ودايما النادي الاهلي فوق الجميع يعني. شكرك كابتن, سواء كان في ادائك التحليلي للاهلي في البدايه, وكمان يعني رؤيتك لمباراه الترجي, وبقى الكلام الجميل اللي قلته عن قطاع الناشئين يعني شرحت رؤيه كده. اعتقد كل اللي بيشوفنا من الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي عندها حاله يعني نشوه دلوقتي بعد الكلام اللي قلته عن القطاع, لانه كلام محترم جدا وكلام تطبيقه اكيد هيقدم مستويات افضل يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا شكرا. فقره مميزه جدا, دايما بسعد لما بيكون معايا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار كده, ودايما لما بتتكلم معاه بشكل تخصصي في مجاله بقول لك على حاجات مهمه. النهارده لما بتتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي وبتتكلم ان قطاع الناشئين بتربطه بالفريق الاول مش بالكلام, ده انت بتتكلم بشكل علمي جدا يعني, بتتكلم بربط مثلا الشكل الخططي يعني, بتتكلم ان الفريق الاول بيلعب 4-2-3-1, يبقى اول 4 فرق من تحت قريبين للفريق الاول هيلعبوا بنفس الفكر. انت بتاهل اللعيب بتاعك بكل الطرق الفنيه والنفسيه والطبيه والبدنيه انه يكون جاهز يمثلك ويطلع في الفريق الاول. هعيدها تاني عشان بعض الناس بتفتكر ان الاهتمام بقطاع الناشئين خلاص يا عم الناس دي مش هتشتري لعيبه, ده عايزين يطلعوا لنا لعيبه من تحت. اصل بالعكس خالص, ده بالعكس, ده ثروتك الحقيقيه. وارجعوا كده وشوفوا كام لاعب طلع من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وادى بشكل كبير جدا وتميز, وبرضه في هذه التوقيتات كنت بتجيب التدعيمات اللي انت عايزها. طبعا المستقبل مشرق ان شاء الله في قطاع الناشئين. كده تكون انتهت الفقره الاولى, ولسه معانا فقرات كتير عشان كده روح لزميلي امير هشام.
استاذ ايهاب، وبشكر طبعا كابتن كبير كابتن هاني رمزي. اكيد كان حوار ممتع وشيق وتم التحدث فيه على العديد من الجوانب الهامه جدا، وخصوصا في ظل تواجد نجم كبير زي الكابتن هاني رمزي، اكيد تاريخ كبير سواء مع النادي الاهلي او في الاحتراف الاوروبي او ايضا مع منتخب مصر، بالتالي كانت فقره اكثر من رائعه. لكن دلوقتي جه ميعادنا مع فقره اخرى وبعض الفقرات الخاصه بجمهور الاهلي والانديه اللي بتحمل كمان اسم النادي الاهلي، يعني في فقرات كتير معانا. خلينا نبتدي طبعا كالعاده بجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اكيد هو السند الحقيقي للنادي في مختلف المجالات، وبالتحديد الاشياء او الامور الرياضيه بالتحديد. جمهور النادي الاهلي دايما بيساند الفريق، مختلف الالعاب دايما وراء النادي في كل شيء، وخصوصا في ظل الخبر الجديد وهو موافقه وزاره الوزراء طبعا مجلس الوزراء على عوده الجماهير للمدرجات بدايه من الشهر المقبل. فبالتالي ده هيكون شيء مهم وخبر هام جدا جدا بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه، عوده الجمهور للمدرجات ده شيء جيد جدا. بالتالي احنا دلوقتي معانا تقرير خاص بجمهور النادي الاهلي والسؤال المعتاد والهام جدا، الاهلي بيمثل لك ايه؟ خلينا نروح نشوف جمهور النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه. لا شك ان النادي تاسس على مبادئ مهمه جدا طول السنوات اللي بدايه تاسيسه في 1907. اعتقد ان هي تراث مهم جدا لينا كشعب ان هي تستمر وتحافظ على نفس رونقها وبهائها طول السنين دي والى الامام ان شاء الله. التالف اللي بين اعضاء اللي انت شايفه ده، يعني النهارده مثلا في مجموعه قاعده بتحتفل باعياد ميلاد كلهم اعضاء من العاملين في النادي الاهلي وبتاع، بنحدد يوم مش موجودين بنكلمهم في التليفون، بيكلموا بعض في التليفون. لا، نادي اجتماعي بمعنى الكلمه. سر عظمه النادي الاهلي في اخلاقياته، في عاداته، في تقاليده، كل دي عظمته. نظام، اللي عايز يتعلم النظام يتعلمه النادي الاهلي. كل واحد في مكان عارف هو بيعمل ايه ولا يتدخل في عمل الاخرين. الاهلي فوق الجميع. عظمه انجازاته والمبادئ بتاعته طبعا. تماسك بتاع سواء الاعضاء او اللاعبين او كل اسره واحده. في الاخلاق والادب والتماسك، وكله يعني كل واحد للجميع، يعني ما هوش كل واحد بيشتغل لوحده، فريق واحد ومتماسك. الاداره كلها مخليه كل الاعضاء على قلب رجل واحد. عظمه الاهلي طبعا في اولا في الناس اللي مسكوه قبل كده، اللي هم كانوا قبل كده رؤساء النادي وده كله، واهتمامهم بالنادي واهتمامهم بالرياضه واهتمامهم بالناس اللي موجوده واهتمامهم بكل حاجه. طبعا جمهور النادي الاهلي يعني حاجه عظيمه جدا، بيحبوا النادي بشكل كبير جدا زي ما بنشوف في التقارير النادي الاهلي بيمثل لهم ايه. فبالتالي تقرير مهم جدا وكلام مهم جدا من جمهور النادي الاهلي اللي بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوصل له اينما كان علشان يقول او يوصف مدى حبه للنادي الاهلي وبتحديد كيان كبير جدا زي النادي الاهلي. نروح دلوقتي لفقره اخرى وخاصه بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. واحنا زي ما احنا عارفين دلوقتي في اختبارات عديده، في الاول كان في الاختبارات مقسمه لعديد من المراحل. المرحله الاولى كانت الاختبارات اللي كانت في مقر النادي الاهلي وملاعب الاكاديميه بالتحديد في مقر النادي في مدينه النصر. الفتره دي او المرحله دي بالتحديد خلاص خلصت وتم الاستقرار على بعض اللاعبين وبعض العناصر اللي ان شاء الله يكونوا اضافه للنادي الاهلي في مختلف المراحل السنيه، وان شاء الله خلال الفتره المقبله كمان يفيدوا النادي الاهلي بشكل كبير. وده الهدف الاساسي من الاختبارات. النادي الاهلي ما بيسعىش لهدف مادي اطلاقا من خلال هذه الاختبارات، لا، دايما بيسعى للهدف الفني. ده شيء مهم جدا علشان يقدر النادي الاهلي يستفاد باكبر عدد من الناشئين، يفيد قطاع الناشئين في النادي ومن ثم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. دي كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه دلوقتي وبعض الاختبارات اللي موجوده في بعض المحافظات وبالتحديد في صعيد مصر من خلال طبعا اكاديميه النادي الاهلي اللي بيترأسها كابتن خالد بيبو نجم النادي الاهلي السابق. فبالتالي في بعض الاختبارات المتواجده للنادي الاهلي في اسيوط وفي سوهاج وايضا في اسوان. خلينا نروح بسرعه للكابتن تامر حفني المدير الفني لقطاع مدرسه الكوره. كابتن تامر مساء الفل عليك. مساء النور وكل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير.
وعيد مبارك عليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن الاختبارات. حضرتك دلوقتي متواجد في اسيوط، عايزين نعرف اخبار الاختبارات عندك ايه، المعايير اللي على اساسها بتختاروا بعض العناصر اللي ممكن تفيد النادي الاهلي في المراحل المقبله يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا احنا طبعا اول مره الاختبارات تبقى في الاكاديميات النادي الاهلي. اي مكان في الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي في تواجد زي اسيوط واسوان وصهاج. يمكن دي اول سنه. يمكن دي هتعمل رواج كويس للاكاديميه وعملوا انتشار كويس الحمد لله. ويمكن عندنا اعداد كويسه جت النهارده. وفي لعيبه كويسه شفنا اولاد النهارده مميزين. يمكن احنا بنبص للمنظور ان الاولاد بنعمل تقييم شامل للولد مقارنه بالفرق اللي عندنا. فاحنا بالنسبه لنا برده مش عايزين نتعب الاولاد لان دي حضرتك عارف ان المسافه طويله جدا. تمام. بنحاول نعمل مقارنه، بنعمل كل حاجه هنا على اساس الولد اللي يجي يقدر يجي النادي الاهلي ويعمل معايشه في النادي الاهلي ويبقى قريب من اللي عندنا في النادي الاهلي. تمام. ويمكن دي فرق معانا كتير جدا حتى في العماره السنيه الصغيره. ويمكن فرق معانا كتير جدا الفكر اللي احنا ماشيين بيه كقطاع البراعي. الحمد لله في تطور. وان شاء الله السنه دي هتلاقي حاجه كويسه باذن الله في الاختبارات موجوده في قطاع الناشئين. الجانب البدني اهم ولا الجانب الفني يا كابتن تامر في اطار اختياركم للاعبين اللي ممكن ينضموا لقطاع الناشئين الفتره الجايه؟ هل بتركزوا على الناحيه الفنيه اكتر ولا الناحيه البدنيه ولا الاثنين مع بعض؟ لا اكيد طبعا الناحيه الفنيه طبعا اهم البدنيه. اللي طبعا حضرتك عارف انت بتدور على المهاره. الجزء البدني بيتواجد سهل جدا تجيب الجزء البدني. لكن انت بتدور على الجزء المهاري، هو ده اللي بيفرق معاك كتير جدا. وده يمكن المعايير اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنبص عليها بنهتم بيها في الولاد بالذات السن الصغير. طيب الفترات او المراحل الخاصه بالاختبارات في اسيوط بالتحديد، هل بيبقى فيه اكتر من اختبار ولا هو اختبار واحد بيكفي لاختيار العناصر اللي تنضم للقطاع الفتره الجايه؟ لا احنا بالنسبه لنا بنعمل اختبار اول واختبار الثاني. الاختبار الثاني هو بيبقى تصفيات. بالنسبه زي ما قلت لحضرتك مقارنه هي بالنسبه لنا. طبعا. عشان الولد اللي هيجي من المشوار ده يبقى فعلا يستحق ان هو يجي المشوار ده، وفعلا يستحق ان هو يبقى متواجد على الاقل فتره معايشه مع النادي الاهلي. وان شاء الله يبقى ليه تواجد، ان شاء الله نجيب لعيبه كويسه في خط السعيد باذن الله. اخترتوا كام لعيب لحد دلوقتي؟ احنا يمكن في التصفيات الاولى يمكن اخترنا حوالي 25 لعيب. تمام. في عدد معين انتوا بتهدفوا ليه من اللعيبه اللي تضموهم للنادي ولا على حسب الموهبه وعلى حسب رؤيتكم خلال الاختبارات؟ لا مفيش عدد معين. احنا بنتكلم على اللي يستحق اللي هو ينجح بالنجاح حتى لو عدد كتير. وبيقعد معانا فتره طويله لغايه فتره المقارنه. واللي بيبقى ليه نصيب بيكمل الحمد لله. احنا بالنسبه لنا الموضوع مش بالعدد يعني. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن تامر، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الكابتن تامر حفني المدير الفني لقطاع مدرسه الكوره بالنادي الاهلي من اسيوط. النادي الاهلي رايح اسيوط كمان مخصوص عشان يكتشف عدد من المواهب اللي تكون اضافه للنادي خلال الفترات المقبله، وده اكيد شيء مهم جدا من النادي الاهلي. مش اول سنه على فكره النادي الاهلي يعمل الموضوع ده، اعتقد ثاني او ثالث سنه بالتحديد. والموضوع ده جاب نتائج كبيره جدا بالمناسبه للمواسم السابقه. قدر النادي الاهلي انه يجيب لاعبين من مختلف المحافظات، مش بس ان احنا بنستنى اللاعبين اللي بيتمنوا الانضمام للنادي الاهلي ان هم يجوا القاهره ويظهروا امكانياتهم للمدربين في القطاع، لكن النادي الاهلي دايما كمان بيروح للناشئين، بيحاول ياخد اهدافه من خلال الاختبارات في مختلف المحافظات بقدر المستطاع. فبالتالي ده كان شيء مهم جدا. ايضا متواجد في سوهاج كابتن عصام صلاح المدير الفني لنادي الاهلي مواليد 2008. كابتن عصام مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن امير. ازيك عامل ايه اخبارك ايه كله تمام؟ والله الحمد لله كله تمام. انا وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. كلمنا او طمنا على سير الاختبارات في سوهاج، الامور ماشيه بالنسبه لكم ازاي؟ عدد المواهب اللي اكتشفتوها لحد دلوقتي اخبارها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو النهارده كان اول يوم لنا في الاختبارات، واحنا كنا عاملين الاختبارات في استاد سوهاج. ميعاد الاختبارات من 9 ل 12، من 9 الصبح ل 12 الظهر. تمام. النهارده الحمد لله جالنا 600 لاعب. منهم في حدود 30 40 حارس مرمى. اللي احنا قدرنا اخترناهم يعني من ناحيه الموهبه ويقدروا يفيدوا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه في حدود 40 لعيب من ال 300. عدد كبير وعدد كويس جدا يعني. وان شاء الله باذن الله يبقوا اضافه يعني لفرق النادي.
من مواليد 99 لمواليد 2009. طبعا ال 40 لاعب لسه في تصفيه ما بينهم ولا دول خلاص استقريتوا على ال 40 لاعب دول؟ ال 40 لاعب دول هيجوا بقى ان شاء الله نادي الاهلي فرع مدينه نصر. حسب بقى كل فريق يبقى ليه ميعاد الاختبار. فاحنا محددين لكل اعمار سنيه الميعاد بتاعها بحيث هم يجوا برده ويتعمل لهم هنا ايه اختبار تاني، يتعمل لهم مقارنه مع اللعيبه بتاعه الفرق عندنا في النادي بحيث نقدر نقف على انسب العناصر يعني اللي هم هيقدروا يفيدوا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. تمام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الاهداف اللي بتخليكم تروحوا محافظات بعيده كده وتحاولوا ان انتوا تجيبوا لاعبين ينضموا للنادي الاهلي، كلمنا على الاهداف دي ووضحها للجمهور يا كابتن عصام. والله طبعا حضرتك عارف يعني السعيد بالذات عموما في لعيبه كتيره وفي مواهب كتيره وفي خامات كتيره وطبعا وسائل اتفضل اتفضل وسائل وسائل السفر يعني احنا امبارح مثلا مشينا من قدام النادي الاهلي الساعه 11 وصلنا سوهاج الساعه 8 في الباص المجموعه بتاعتنا. يعني هو كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين قسمنا لثلاث مجموعات، مجموعه راحت اسوان بقياده كابتن جمال السيد، وفي مجموعه في اسيوط بقياده كابتن تامر حسني، تمام، وفي مجموعه معايا انا هنا في سوهاج. فاحنا المجموعه بتاعه سوهاج وصلنا من يعني شوف من 11 ل 8 شوف عدد الساعات طبعا، فطبعا بيبقى صعب على عدد الولاد ان هم يجوا الساعات دي. انما لو احنا رحنا لهم هناك وقدرنا نقف على افضل العناصر واخترنا عدد الى حد ما معقول دول اللي هيقدروا يجوا. يعني دول ايه اللي يقول لك دول مبشرين بالخير، يعني دول اللي ممكن ايه لما يجوا حتى ال 40 لعيب دول لو جم لو قدرنا نقف على 20 واحد منهم من مواليد 99 ل 2009 يعني كل عمره ولا حاجه عدد مميز طبعا. يبقى 2 3 لعيبه مميزين، انت مش عايز حاجه اكتر من كده. تمام. فانت بتوفر لهم المساحه ديت يعني. طيب بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن عصام، بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا كابتن عصام صلاح المدير الفني المواليد 2008 بالنادي الاهلي ومتواجد في سوهاج بالتحديد للبحث عن عدد من المواهب اللي تنضم لقطاع الناشئين في النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. وزي ما احنا عارفين ايضا كابتن جمال السيد موجود في اسوان وهو المدير الفني لقطاع البراعم. يعني النادي الاهلي زي ما قلت لكم بيحاول يدور على اكبر كم من المواهب علشان يستفاد منهم اكبر استفاده في المراحل السنية المختلفة في قطاع الناشئين، ومن ثم كمان الانضمام والتصعيد للفريق الأول بالنادي الأهلي، وده الهدف الأساسي والأسمى اللي بيشتغل من خلاله قطاع الناشئين في النادي الأهلي. دلوقتي جت معاد فقرة مهمة جدا وهي من بره الأهلي وتقرير خاص مع سارة سمير. طبعا كلنا عارفين سارة سمير بطلة مصر في رفع الأثقال واللي بتستعد لأولمبياد طوكيو 2020، نتمنى لها كل التوفيق. خلينا نروح نشوف سارة في التقرير ده ونرجع مرة تانية. انا لعبت بطوله دوره البحر المتوسط جبت فيها ميداليتين ذهب. في البحر المتوسط بنلعب خطف لوحده وكلين لوحده، فانا جبت في الخطف ذهب وفي الكلين ذهب. الخطف شلت 105 خطف والكلين شلت 135 كلين. بس في دوره البحر ما فيش ميداليه على المجموع. بعدها باسبوع سافرت بطوله العالم للناشئين اخذت 3 ميداليات ذهب، ميداليه خطف وميداليه كلين وميداليه مجموع. الصعوبات اللي بتقابلني في البطولات لما بيبقى معايا منافسين جامدين وبتحط تحت ضغط جامد، يعني بضطر ان انا ادخل تحت اي تقل حتى لو انا ما اتمرنتش عليه. مش مشكله بقى اللي يحصل، المهم ان هو يتشال علشان اقدر ان انا احقق ميداليه. اصعب مباراه شاركت فيها طبعا كانت اولمبياد ريو 2016 وشاركت فيها وشلت 6 محاولات وعملت كمان ارقام جديده، فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. حتى لو ما كنتش جبت ميداليه كنت هبقى فخوره بنفسي ان انا شلت ارقام ما شلتهاش قبل كده. الفتره دي بنتمرن 3 تمرينات، الثلاث تمرينات بتبقى صعبين طبعا على اي لاعب، بس اللي عايز يوصل بيتمرن ويجتهد علشان يحقق اللي هو عاوزه. انا بقول لكل يعني البنات يعني تلعب رياضه، هي الرياضه كويسه ومفيده طبعا، مش لازم يعني تلعب رفع اثقال، اي رياضه يعني تبقى كويسه ليها وتحركها يعني، لكن تقعد في البيت يعني حاجه مش كويسه. طبعا
طبعا سارة سمير احد بطلات مصر الكبار اللي قدرت تحقق العديد من الميداليات لمصر، اكيد نتمنى لها كل التوفيق خلال المرحله المقبله واستعداداتها لاولمبياد طوكيو 2020. ان شاء الله تجيب لنا كمان ميداليه ذهبيه في الاولمبياد دي، واحنا نعتمد عليها بشكل كبير جدا سارة بصراحه في البطولات والمحافل العالميه. كل التوفيق لسارة سمير بطله مصر وبطلة العالم في رفع الأثقال. دلوقتي دي طبعا خلصت فقرتنا، دلوقتي هيكون معنا أو معادنا مع فقرة هامة جدا مع أستاذ إيهاب الخطيب اللي هيستضيف الكابتن أبو المجد مصطفى أحد نجوم النادي الأهلي السابقين وأحد نجوم منتخب مصر الشباب. بالتحديد منتخب مصر الشباب كانت أيام جميلة جدا، وأكيد هنستعيد الذكريات الجميلة دي في 2001 مع كابتن أبو المجد مصطفى واللي كان معاه العديد والعديد من النجوم في هذا التوقيت، واللي قدروا إن هم يجيبوا لمصر ميدالية برونزية في الأرجنتين في كأس العالم. هيكون أكيد حوار شيق جدا تابعوه مع أستاذ إيهاب. اتفضل يا بوب. أهلا بك من جديد أمير طبعا، وبشكرك على يعني التقرير اللي أنت قدمته. طبعا معانا نجم كبير من نجوم النادي الأهلي، وزي ما أنت قلت أمير نجم من نجوم جيل 2001، واحد من افضل اجيال الكره المصريه، واحد من الاجيال اللي حققوا افضل مركز للكره المصريه، برونزيه عالم وجيل رائع جدا، وجيل شفناه في كل حته، لكن ما كانش ليهم يعني النصيب الاكبر بعد كده انهم يكملوا مع المنتخب الاول بالشكل الكبير. ودي المتغيرات بقى، جزء منها قال كابتن هاني رمزي قبل ما يسيبنا واتكلم على قطاعات الناشئين وازاي تربطها فوق، وقال كلمه خطيره جدا، قالك في الاعمار الصغيره بتلاقينا متفوقين جدا جدا حتى على اللاعب الاوروبي، يحصل حاجات كتير جدا لكن بتبقى المواصفات في اللاعب المميز. مع النهارده واحد من اللاعبين المميزين، واتشرف اللي يكون مشرفني ومنورني كابتن ابو المجد مصطفى، مشرفني ومنور. ربنا يخليك يا كابتن ايهاب، انا سعيد جدا طبعا انا موجود مع حضرتك النهارده، ومتشكر طبعا الامير على التقديمه الجميله ديت. وطبعا الواحد مش غريب طبعا، انا في يعتبر ابناء النادي الاهلي، فده حاجه بتشرفني طبعا، ويا رب التوفيق ان شاء الله. كابتن ابو المجد لعبت المقاولين وحرس الحدود ودمنهور والمصريه للاتصالات والشرقيه للدخان، مشوار كبير جدا مع كره القدم، طبعا واحد من الجيل الذهبي. جماهير عايزه تشوف كابتن ابو المجد مصطفى فين النهارده؟ يعني طبعا الواحد بعد ما بطل طبعا مش هيقدر الواحد يبعد عن الكرة، فاخدنا طبعا الطريق الطبيعي لأي لاعب بيبطل فكرة التدريب. يمكن فكرة التدريب ديت بتبقى مهنة صعبة جدا ومهنة شاقة جدا، بس انت مختارها بإرادتك. طبعا طبعا، يعني الحاجة اللي انت بتحبها اكيد لازم هتتعب فيها عشان تقدر تنجح او تقدر تطور من نفسك او تقدر ان انت تحقق حاجه انت بتحبها. اكيد لازم تتعب طبعا في البدايات. دلوقتي انا موجود بدات في وادي دجله طبعا كمدرب في قطاع البراعم وفي مدرسه الكوره، لغايه لما بقيت دلوقتي مدير مدرسه الكوره فرع اكتوبر هنا. يمكن من الاماكن اللي الواحد يقدر يستفاد في الفترة اللي أنا موجود فيها بشكل كبير جدا في البدايات، اتعلمت حاجات كتيرة جدا في التدريب، في مواقف بتحصل مع اللعيبة، أكيد التجربة فادتني بشكل كبير جدا. والحمد لله برضو يمكن الفترة ديت أنا تم اختياري أو تعييني من ضمن الجهاز الفني لنادي شرقية الدخان، أحد الأندية طبعا الدرجة الثانية، مدرب عام. وبرضه من الحاجات اللي باذن الله تكون اضافه ان شاء الله ليا او ليا في السي في او هتبقى اضافه حتى في تطوير ادائي ان شاء الله في ده التدريب القسم الثاني. لكن من الاسماء اللي على طول رنانه وعلى طول كبيرة طبعا في التلقي وعلى طول طبعًا من فرق المحترم طبعا. يعني هو طبعا يعني دخان في الفتره ديت في مكان لا يليق بتاريخه، ويمكن من كم الانديه اللي هي طلعت لعيبه كبيره جدا، يمكن كابتن كشري، كابتن عبد الحليم علي، كابتن طارق مصطفى، يمكن الناس كان النادي دوت على طول بيفرغ للانديه الكبيره
لعيبة موهوبة وكان نادي ليه اسمه طبعا، لكن لظروف معينة أو في الإطار اللي البلد فترة اللي فاتت مشيت فيه يمكن برضو تأثر بشكل كبير جدا. إن إحنا برضو النادي هناك نادي شركة، ما أحد عنده شركة بالضبط، فيمكن برضو حتة العين عليه أو كده بتبقى فيها مشكلة شوية في حتة الإمكانيات، يعني إمكانياته كبيرة جدا لكن في حدود. إن طبعا الشركة بتبقى ليها ميزانية معينة بتضخها للنادي، فيمكن الناس كلها بتفكر إن شركة دخان نادي غني جدا فالمفروض إن هو يصرف، ولكن بالعكس القانون بيبقى ملزم. بالظبط، القانون بيبقى ملزم يا كابتن، لكن ان شاء الله نشوف شركة دخان بشكل كويس يا رب كويس. احنا بنسعى السنه دي. فعرفنا بقى على الجهاز الفني بالكامل. الجهاز الفني معانا كابتن ابو العين شحاته مدير فني، انا معاه مدرب عام، معانا كابتن محمد بدر مدرب، معانا كابتن ابو سريع مدرب حراس مرمى، طبعا معانا كابتن مدحت حامد اداري الفريق ومدير اداري الفريق. يمكن كابتن مدحت خاصه كان الاداري بتاعي وانا في الناشئين، فيعني هو اللي مربيني. ومعانا كابتن وليد السيد طبعا اداري، ودكتور ممدوح ودكتور وائل خاصين يعني الحمد لله. ومعانا طبعا مجلس اداره يعني بيساند بشكل كبير جدا، ومجموعه حتى اللي دخلت السنه دي مجموعه من الشباب، فبتبقى قريبه مننا، بتبقى عندها تفاهم كبير جدا لاي مطالب او اي حاجه بنحتاجها. كابتن باسم، كابتن خالد، طبعا استاذ ثروت طبعا على راسهم، طبعا استاذ محمد عثمان رئيس الشركه، بصراحه بيدعموا بشكل كبير جدا الفرقه وواقفين ورانا بشكل كويس. هو اسم كبير، فيعني ان شاء الله يكون في مكانته الطبيعيه. وبعدين دوري القسم الثاني دوري قوي جدا، شرس، مليء بالمواهب، محطه قويه جدا. يمكن البعض بقى في الكوره بيقول لك اصعب من اللعب فوق. بالظبط، انت حضرتك لما بتيجي تلعب في المستويات اللي بتبقى تحت الدوري الممتاز بتلاقي الامور صعبه جدا، كل الفرق قريبه من بعض قوي، مفيش تحفظات في المباريات، مفيش حد بيلعبك بشكل دفاعي بحت، هتلاقي كل الانديه اللي بتلعب بشكل مفتوح شويه، كله بيحاول على المنافسه. يمكن يعني الاختلاف في الدوري الممتاز بتبقى فيه فرق محدده اهدافها، انا السنه دي هبقى في المربع، السنه دي هبقى لا هبقى في الدوري، السنه دي لا انا هنافس. يمكن تحت عدد الفرق اللي بتنافس بتبقى اكبر من العدد الفرق اللي هي بتبقى محتاجه البقاء بس. فيمكن ده اللي بيصعب الدوري، ويمكن برضو بيخلي الدوري ليه شكل محترم. يمكن انا متهيألي لو الدوري اتنظم بشكل احسن من كده شويه، يعني هو وفقا لخطه اتحاد الكره في المستقبل ان هيكون هو ظل بالظبط، يعني نفس عدد الفرق تحت ومجموعه واحده، وده طبعا هيضيف كتير قوي، وهيبقى طبعًا بشكل كبير اضافه انك تخلي القسم الثاني زي الدوري الممتاز بنفس الياته وبنفس عدد الفرق، فدي هتكون اضافه كبيره. انا شايف ان هي يعني هتكون اضافه فعلا زي ما حضرتك بتقول، الاضافه كبيره، هتدي حقيقيه للفرق اللي تستحق فقط ان هي تلعب في الدوري اللي تحت الدوري الممتاز. هتبقى المنافسه فيه منافسه اقوى طبعا، هينتج قوية عدد لعيبه اكتر. بالظبط، المنافسه هتبقى قويه جدا، مش هيبقى في فرق يعني كبير بين الدوري الممتاز والدوري المحترفين. اللعيبه برضه هتحس ان هي في منافسه او هتبقى قريبه، مش هتبقى في جاب كبير بينه وبين الدوري الممتاز. يمكن دي برضه هيساعد الفرق اللي بتصعد ان الموضوع مش صعب، هيخلي يبقى عند الناس كلها طموحات ان هي لا تفضل في الدوري وان هي تنافس وان هي تبدا تخش، يبقى عندها طموحات ان انا لا احقق هدف او ان انا لازم اعمل حاجه في تاريخي. انت الفريق اللي بتصعد خد الدوري، فايا كان بقى المسابقه متهيألي دي ما بتفرقش، هي بتفرق بس في الطموحات. فانا شايف ان هي ان شاء الله هتبقى خطوه مهمه جدا الفتره الجايه، وده اللي مصعب السنه دي دوري القسم الثالث. كابتن ابو مجدي، يمكن قلت لي الكابتن هاني رمزي قال كلام مهم جدا، فايه بقى اللي شفته من كلام الكابتن هاني؟ كلام مهم بشكل كبير،
الرساله كانت واصله في الاهتمام بقطاعات الناشئين بشكل كويس، هل لفت نظرك اكتر الكلام عن قطاع الناشئين؟ اكيد طبعا، يعني يمكن انا من فتره كبيره جدا كنت بتكلم في حته ان احنا محتاجين في مصر يبقى عندنا مدربين مؤهلين يقدروا يشتغلوا في القطاع الناشئين بشكل كويس. يمكن تأهيل المدرب نفسه بالظبط، يمكن الفتره اللي فاتت انا شايف الموضوع لا، احنا عندنا نقص في المواهب بشكل كبير جدا، عندنا مشاكل في اللعيبه حتى تشابه حتى بالزبط. اللعيبه بالظبط، يمكن حضرتك دلوقتي بتشوف ان مفيش فروقات، ما عندكش الموهبه اللي تقدر تقول لا انا عندي لعيب. بنتكلم في الموسم الماضي ما شفناش اللعيب بالزبط. الفاز اللي بيلعب في حته لوحده او اللي لفت انظارنا كلنا بشكل كبير بالظبط، يمكن كان اخر اللعيبه الموهوبه في الفترات الاخيره يمكن شيكابالا، يمكن جمال حمزه، يمكن كابتن وليد صلاح الدين، هتلاقي يعني فترات طويله جدا بقالنا ما بنسمعش على حد مميز او حد تقول عليه موهبه يقدر يعوض. الناس بتدور على اللعيب الكويس. بس في حاجه يا كابتن لازم نقف عندها لانها هحتاج منك ردود فيها وشكل قاطع، يعني مثلا احنا ما شفناش الدوري انتج محمد صلاح ولا انتج النني، بس شفنا اللعيبه دي يعني لم يكونوا بالشكل الموجود، يعني لعيبه منتخبات سواء يعني لعبوا في المنتخب الاولمبي ولكن ما تشافوش بالشكل الكبير هنا غير لما خرجوا بره اختلفوا خالص، وده يدل ان ممكن يبقى في قاعده في الدوري المحلي، وان الدوري المحلي يقدر يطلع لاعب قادر ان هو يشارك في الدوريات الكبيره. بص يعني بخصوص محمد صلاح والنني، يمكن نادي المقاولين من الانديه اللي عندها مميزات كبيره جدا في قطاعات الناشئين بتاعتها. ده من زمان مقاولين، ده زمان كابتن عثمان الله يرحمه بالظبط. فمتهيألي الناس ديت اشتغلت على محمد صلاح والنني بشكل كويس. انا شايف اللي فاد محمد صلاح ان هو بس احترف بدري، يعني احترف وهو صغير، ده اللي فاده، ده وكان عنده المينتاليتي والعقليه بالظبط يستوعب ده بالظبط، ان في لعيبه برده بتطلع صغيره مسافه السكه بالظبط. هي يعني دي برده مشكلتنا الفتره اللي فاتت مع معظم اللعيبه اللي احترفت، ما كانش عندها الجلد والصبر ان هي تحقق حاجه او تحقق انجازات كبيره جدا على المستوى العالمي. يمكن كلنا طبعا يعني فخورين جدا بمحمد صلاح وحاسين بالمجهود اللي هو بيعمله، وحاسين بالطموحات اللي بتبقى عنده، يمكن وعامل حالة هايلة جدا في مصر. يمكن كان قبليه كابتن احمد حسن من الناس اللي بالظبط، كابتن عبد الظاهر السقا، كابتن عبد الستار صبري، يمكن من الناس اللي هي برضو كان ليهم بصمة كبيرة جدا في عالم الاحتراف. فهي المشكلة سطر طيب ما كانش بيتكلم كتير وما عندوش ميديا كتير فما خدش حقه، لانه بس عمل تجربة نجاح كبيرة بالظبط بالظبط. يمكن انا يمكن كان مستر مان جوزي طبعا لما جينا اتكلمنا يمكن اتكلم على عبد الستار ان هو طبعا كان محترف في البرتغال، كان بيتكلم عليه بشكل كويس قوي، يعني كان ما كانش متخيل ان في لعيبه مصريه ممكن تقدر تطلع تنجح في الدوريات الاوروبيه او في البرتغال بصفه خاصه. لكن انا زي ما بقول لحضرتك، هي الفكره كلها ان انت لازم المنظومه لازم تبدا صح من البدايه، لازم تاهل مدرب، لازم اختيارات اللعيبه او الشغل مع اللعيبه لازم يبقى بنظام شديد جدا، بوعي في البرنامج البدني والفني والمهاري، لازم التأسيس. ده كلام مهم يتقال بشكل علمي دلوقتي في قطاعات الناشئين، يعني الاول كان الكلام ده بيبقى كلام عام وكل مدرب بيمسك فرقته بيشوف بالشكل اللي هو عايزه، لما يبقى فيه منظومه المدرب ده والفريق محطوطين جواها الوضع يختلف تماما. بص انا شايف برضو ان في سنه ظلم للمدربين الصغيرين اللي طالعين، ان انا برضو ببقى خلاص مثلا انا واحد من الناس محتاج ان انا اتاهل واتعلم. انا حاسس ان الحته دي مساك قوي وانت شايفها، طالما مبسوط اللي انت فاتح الحوار قوي ان اصل انت بتصنع اجيال. الجيل دوت هو الذخيره بتاعتك للفريق الاول طبعا، في اي حته في اي نادي في المنتخب المصري طبعا. مع احترامي احنا قعدنا الفتره اللي فاتت كلها، احنا رحنا كاس العالم مع احترامي ما عناش راس حرب، مصر كلها ما فيهاش راس حرب. طب دوت مشكله فين؟ مشكله ان انت عندك الاساس من تحت
مش سليم. الفكرة ان انا محتاج الخبرات اللي موجودة او الاساتذة او الدكاترة اللي موجودين في مصر لازم يساعدوا الشباب اللي طالع او الناس اللي زي اللي هم محتاجين يبقوا مدربين بشكل كويس. محتاج دراستك تاخدها بشكل كويس، محتاج حد كورة ينظم لك معايشات بالظبط بره في اوروبا بالظبط مختلفة بشكل بالظبط يا كابتن. فدي الحاجات دي مهمة جدا، اعداد المدرب هو اللي هيعدلك اللعيب. خلينا واضحين، النهارده لعيب خلاص خد قرار الاعتزال، عايز يخش في سلك التدريب علشان يصرف على نفسه في الحته دي ويوصل للمرحله اللي هو عايزها، هتبقى كبيره قوي وصعبه. فبالتالي حتى اذا كان الاتحادات او الاتحاد يعمل مسابقه للعيبه المميزه في الحته دي، يعني يطلع بعثات واعارات والكلام ده كان بيحصل، اعتقد ده هيجيب مردوده ايضا على الكره المصريه. بص انا شايف ان النادي الاهلي عمل حاجه مميزه جدا، ان هو استفاد بكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي خبراته كبيره جدا، راجل لعب او درب او اتعلم في مدارس اوروبيه، سيفي كبير. فسيفي كبير لما يجي يحطه في القطاع دوت او في الحته ديت، يبقى النادي الاهلي هيغير حاجه. هيغير حاجه معاه قيمه كبيره زي كابتن فتحي مبروك طبعا. فانت النهارده حاطط العناصر كلها اللي تساعد على النجاح، اللي تساعد على النجاح، لكن لازم التدعيم طبعا. التدعيم المادي مهم جدا في الفتره دي. اللعيب لو انت وفرت له مرتب كويس، معسكر كويس، تعليم، احتكاك كويس، تلعب في اوروبا، تعليم تعليم كويس، ها ما هو اللعيب انت بتشتغل عليه في كل النواحي. اللعيب عشان يطلع يعرف ثقافة أي مدرب يشتغل معاه لازم تعلمه كل حاجة. هو أنت عارف إن اللعيب في السن ده بيجي صغير بيبقى قاعد في استراحة، استراحة تكون مؤهلة بالظبط، يعرف يذاكر برضه، يعرف يكمل جانب التعليمي مع الجانب الرياضي بالظبط. فالحاجات دي مهمة جدا. فأنا شايف إن النادي الأهلي بدأ يمشي بشكل علمي أكتر وبشكل احترافي أكتر، ودي تجربة أنا كنت بتمناها من كل الناس اللي عندها خبرات او الناس اللي احترفت. كانت لازم تيجي تقعد مع المدربين وتعمل ورش عمل او تعمل محاضرات. انا بداها الكابتن هاني في القطاع بشكل لكن كويس. انا بتكلم عايز بشكل بقى في العموم. عام انا بتكلم بشكل عام، يعني عندنا الدكتور محمود سعد طبعاً. بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يساعد المدربين بشكل كبير جدا. وده لازم يكون دور واضح لاتحاد الكوره بالظبط، دور واضح لاتحاد الكوره. واعتقد ان الاتحاد الدولي ولازم يبقى فيه الزام للانديه طبعًا. للانديه يعني في انديه لقله الامكانيات اللي عندها بتلغي اعمار سنيه، بتضيع اجيال. مع ان في المحافظات دي بيطلع لعيبه موهوبه محتاجه بس يعني الشغل عليها، يعني محتاجه ان انت تشتغل معاها، ان انت تطور لها الموهبه اللي عندها. عنده مقومات بالظبط على الطريق بقى بالظبط. لازم في حاجه تنتهي من مصر، وانا شايف دي حاجه مهمه جدا، موضوع التسنين دوت. ده قضيه خطيره. اذا كنت انت عايز طبعاً. عايز تعمل قطاع محترم، عايز تعمل اجيال محترمه تطلع تبقى انت بتنقذ الاثنين على فكره. طبعا بتنقذ المساند اللي بيقعد يلعب 3 4 سنين في الناشئين وبيبقى نجم وعمره ما يقدر يطلع الفريق الاول، واكم من اسماء كتيره جدا في قطاعات الناشئين لعيب يعني وبيأدي تحطه في الفريق الاول خلاص خلاص انت مسنن. هو وصل خلاص للمرحله اللي هو مش هيقدر يديك حاجه تانية. هو عمل كل حاجه في الفتره اللي هي بتاعت قطاع الناشئين. هو تفوق بشكل كبير جدا في مع مجموعه بالظبط، مع مجموعه مش سنه. وخلي بالك العمر او السن في الفترات الصغيره ديت بيفرق بشكل كبير جدا. بالظبط يا كابتن. طبعا السنه بتفرق. السنه بتفرق بشكل كبير جدا. لما يبقى واحد عنده 19 سنه ومتسنن بيلعب مع 13 و14 و15 ده لوحده فرقه. بالظبط. يعني ده بينزل يخلص، وشفنا الكلام ده في قطاعات ناشئين كتير. بالظبط يا كابتن. فيمكن برضو من الحاجات اللي دي لازم تنتهي ازاي ده يا كابتن؟ يعني دي تنتهي ازاي؟ اعتقدش بقى ان هنفضل لغايه النهارده بنسنن يعني ويأدي يعني بشكل. انا متهيألي ان هي سهله جدا. امنع قرار التسنين او امنع ان اللعيب المسنن ممنوع يلعب اي لعبه ثانيه. بالظبط. فهتلاقي اللي بيجي لك شهاده ميلاد ما يلعبش. بالظبط. هتلاقي اصل ايه تسنين ده؟ وبعدين تلاقيه مثلا مسنن لك يقول لك ده مثلا 14 سنه
وتروح تلاقيه دراسيا في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه خالص بالظبط. يعني شهاده يعني شهاده دراسته مع شهاده تسنينه بتكشف القصه برضه. بالظبط يا كابتن. يمكن برضه من الحاجات اللي هي يعني اذا كنا احنا عايزين نبني حاجه صح لازم نعمل كل حاجه، لازم نعمل كل حاجه صح. ما ينفعش ان انا اتغاضى عن حاجه، هتلاقي الحاجه ديت هي اللي موقعاك، هتلاقي الحاجه ديت هي اللي معطلاك. فانا متهيألي اي حد عايز يشتغل بشكل محترم او عايز يطور قطاعات الناشئين الموجوده في مصر او عايز يخرج لعيبه تقدر تكمل معانا للمنتخبات، احنا عندنا الفتره اللي فاتت مفيش ولا منتخب بيكمل بطوله افريقيا. دي مشكله. مفيش ولا منتخب بيعدي يلعب طبعاً بطوله افريقيا. كابتن حماده صيدي خرج بقى لنا فتره، الفتره اللي فاتت كلها نتائج كارثيه في قطاعات الناشئين. انت عندك مشكله كبيره جدا ان انت كل المنتخبات بتاعتك ما بتكملش. نفس القصه يعني القاعده مش موجوده فرق. اللي هتبني عليها بالظبط. ما انت المنتخب بياخد من مين؟ من النادي. النادي ما عندوش المدرب المؤهل اللي هو يقدر يشتغل مع اللعيب اللي بيجيله. مشكله كبيره جدا قصه المجاملات اللي دخلت في قطاعات الناشئين الفترات اللي فاتت. مع احترامي في فلوس بتدفع. في ناس في لعيبه بتلعب بفلوسها في قطاعات الناشئين. في قطاعات الناشئين. دي مشكله كبيره جدا. دي مشكله. ما دي ضمير المدرب بقى يا كابتن. يعني ده ضمير المدرب. يعني انا بص هو مش مبرر يعني اللي انا هقوله ده. اللي انا هقوله ده مش مبرر. بس المدرب بيتعامل تحت اسوأ معامله. ولا مرتب محترم. ولا لبس محترم. ولا امكانيات حتى في ادواته اللي هو يقدر يشتغل بيها كويس كويسه. طب المدرب يعمل ايه؟ انت بتتكلم ده كلام عام. انا بتكلم كلام عام. يعني كل العالم لسه بس فاتح القناه وشفنا دلوقتي ما بقاش الكلام موجه في حته معينه. لا لا محترم خالص. وكلام مهم على فكره. انت بالزبط. انت المدرب اللي ظروفه صعبه وان كان ده زي ما انت قلت مش مبرر لكن مش مبرر لكنه السبب. لكن سبب من الاسباب اللي بتخلي المدرب يبدا يتنازل شويه ويبدا يجامل شويه في شغله. لكن انا بقول لحضرتك احنا يعني مثلا لما اخد اثنين في القايمه حتى لو ما لعبوش يعني بس بتفتح مجال بيبقوا باينين يعني. بالظبط بتبقى باينه. فدي بقت يعني حاجه بشكل عام موجوده في القطاعات اللي موجوده في مصر. برضو لازم نتخلص منها. هي الميزه ان احنا عندنا الاجيال من المدربين اللي طالعه اجيال كويسه قوي. اجيال محترمه جدا. اجيال تقدر لو اتعلمت او اتطورت هتأدي بشكل كويس قوي، هتخرج لك اللي انت عايزه. لكن انت ابدا معاهم، ابدا مع المدرب عشان المدرب يبدا مع اللعيبه. الانديه لازم تهتم بالقطاعات الناشئين. مع احترامي اي نادي بيلعب في دوري الممتاز في دوري الممتاز به في الدرجه الثانيه، ولاد النادي اللي بيلعبوا من قطاع الناشئين من صغرهم لما بيجي يطلع الفريق الاول بيبقى اكتر لعيب طبعا قلبه على الفرق طبعا، اكتر لعيب يصبر على النادي طبعا في كل ظروفه، ظروف الماديه واسرع لعيب بيتاقلم مع واسرع لعيب بيتاقلم ماديا يتاقلم بصوره يبقى لعيب بطوله. ده بيبقى موجود في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ليه؟ انت المدرب لما بيجي يتعامل معاه بيتعامل معاه على البطوله، فبيأهله ان انت لما بتيجي تخلص الفتره بتاعتك بتاعت الناشئين وبتصعد للفريق الاول لما بتيجي تبدا تخش خلاص الجو خلاص. الجو مش غريب عنك خلاص، انت ماشي بنفس السيستم فهي خلي بالك بتبقى من البدايه هي كده بقت حلقه واحده وده الصح. بالظبط كده ده الصح. بالظبط كده. 27/9/2000 مباراه الاهلي والمحله فاكرها؟ اول مباراه ليا. جيت الاهلي ازاي؟ انا يعني النادي الاهلي تابعني من فتره كبيره جدا. كنت انا بلعب في شارع الدخان. يمكن كان في الفتره دي كابتن شاو غريب بيختار من اي مستوى اي نادي، مش شرط الدوري الممتاز
انا كنت بلعب في شارع الدخان درجه ثانيه او ممتاز بيه دلوقتي. ولقيت مع كابتن شاوي بطوله افريقيا وانا برضو لسه في الدخان، ما كنتش رحت النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في الفتره دي كان متابعني، يمكن كان كابتن شطه في القطاع، وكنت كل ما باجي العب ماتش مثلا قصاد النادي الاهلي يجي يقول لي انت مش عايز تيجي النادي الاهلي؟ قلت له انا مش عايز اجي النادي الاهلي، لا انا عايز اجي النادي الاهلي. الجيل اللي قدامك كان مين في النادي طبعا الاهلي؟ طبعا طبعا، لا الجيل كان جيل كبير جدا، كابتن حسام حسن كان لسه موجود، كابتن ابراهيم حسن كان لسه موجود. انا جيت في السنه اللي مش فيها كابتن حسام حسن ابراهيم. جيت مع كابتن سليمان. كمان الجيل اللي كان في الناشئين قدامك في الاهلي برضو كانت، لا جيل كبير جدا، جيل يعني كان حسام غالي، وائل رياض، عادل مصطفى، لا جيل يعني، لا جيل يعني جيل كبير جدا، جيل فعلا كبير. وفي الفريق الاول بقى، وفي الفريق الاول لما يعني انا دخلت مع كابتن عصام الحضري، دخلت مع كابتن وليد صلاح الدين، دخلت مع كابتن هادي خشبه، مع كابتن سمير كمونه، مع ابراهيم سعيد، مع طبعا حسين شغل كان في الفتره ديت موجود، كابتن خالد بيبو كان لسه جاي. فدخلت مع مجموعه مدير فني، مدير فني طبعا. انا بدات مع مستر ديكسي، يعني اول سنه ليا كان مع مستر ديكسي، موسم تقريبا 2000 2001. وبعد كده مستر مانو جوزيه طبعا. ده طبعا علامه كبيره جدا في تاريخ نادي الاهلي والكره المصريه. غير في الفكر التدريبي في مصر مستر مانو جوزيه طبعا. يعني هو في حاجات وانت بتلعب ما بتحسهاش وانت لعيب، لكن لما تيجي تبطل او لما تيجي تقعد تفكر في فكر المدرب اللي كان شغال معاك، كان بيعمل معاك حاجه معينه، كان بيشتغل معاك على حاجه معينه، فبتبدا تفهم المدرب اللي معاك ده فعلا مدرب كان عايز يطور من ادائك ولا كان عايز يضايقك. كان سابق مستر جوزيه طبعا، يعني هو يمكن دخل في الفتره بتاعته كان ما بيحبش اللعيب اللي يمسك كوره كتير. يعني هو كان بيقول لك بالظبط، يقول لك باص بالظبط. يمكن دي من الحاجات برضو اللي انا شايفها دلوقتي في النادي الاهلي ناقصاه، يمكن حته تدوير الكوره، تدوير الكوره باللغه بتاعتنا، او ان انت تلعب كوره بتاعه النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليها لفترات كبيره، تبدا من تحت وتفتح الملعب وما بتزهقش. يمكن النادي الاهلي جه في فترات من الفترات، فتره من الفترات كان بيلعب الكوره بينقل فوق ال 30 نقله وفي الاخر بيفنش بجول. فيمكن من الحاجات اللي النادي الاهلي برضو متاثر بشكل كبير جدا في الفتره دي. انا شايف ان اللعيبه حتى يمكن الماتش اللي فات، معلش انا دخلت على حاجه تانية، الماتش اللي فات يمكن انا شفته اللعيبه مستعجله قوي، اللعيبه عايزه توصل الكوره للتلت الاخير بمنتهى السرعه فيمكن ده هو اللي خلى حته الفينش في استعجال، في استعجال مش 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 ده الفينش بتاع بتاع النادي الاهلي. الفرص سهله جدا بتضيع، يمكن المباراه اللي فاتت لو كوره واحده بس جت جول يتهيألي الماتش كان فتح الدنيا كانت اختلفت بشكل كبير يعني جدا. مباراه النجم انا شايف وجهه نظري، وطبعا حضرتك طبعا لا قيمة لك والحضرتك تتفق او تختلف، مباراه لبنان هتكون اسهل هناك. صح كده. بس انت لعيب الفرقه لعبتك بشكل دفاعي بحت، ده زون 11 بالظبط، يمكن يعني كل اللعيبه، انا جيت في كله الفترة تحت الكوره، تحت الكوره مش تحت الكوره، ده تحت الكوره بالظبط. فدي كانت مشكله برضو ان احنا ما قدرناش نتعامل معاها بحته السرعه. مش التسرع، السرعه. ازاي ان انا اقدر انهي الهجمه بشكل سريع بس انت قلت كلمه كابتن، لو كان في توفيق في هدف دخل مبكر كانت الخطوط اتفتحت شويه، هم وسعوا خطوطهم فتحوا، كانت اختلفت خالص، كانت الدنيا طبعا اختلفت. هي عشان كده البدايات بتبقى مهمه جدا، البدايات لما بتيجي تلاعب فرقه بتلعبك بشكل تكتل دفاعي بالشكل دوت، مهم جدا ان انت في اول ربع ساعه لازم تجيب جول. ان هو طول ما انت مش قادر تجيب جول وهو ماشي معاك بنتيجه تعادل، هو بيزداد اصرار على موقفه، بيزداد تماسك،
بيبقى حتى طبعا الروح القتاليه عنده بتبقى اعلى، هو اللي بيزيد عنده هو بالظبط، فده بيخليك انت تتعب بشكل كبير جدا. فيمكن هي بس يعني برضو انا عذر طبعا اللعيبه ان ما كانش فيه توفيق، ان فيه فرص كتير، يمكن كره وليد سليمان حتى في الشوط الاولاني اللي في العارضه لو جاء جول الامور كانت اتفتحت بشكل كبير جدا. فانا شايف ان زي ما انا متفق مع حضرتك طبعا ان في مباراه النجم هناك هتبقى مختلفه، لكن لو هو كمان فتح المباراه يعني لو هو حب يفتح يعني يقفل ويلعب على مرتدات ممكن يلعب طبعا. ممكن يلعب بنفس الشكل هناك، ممكن يلعب بنفس التكتل ويقول لك اوصل ضربات جزاء. ما كانوش شايفين الاهلي كويس جدا في مباراه التاون شيب طبعا، ويجي الجهاز الفني المساعد شافوا مباراه الاسماعيلي وشافوا مباراه المصري، فشايفين حتى الحلول بتاعه الاهلي بتبقى عامله ازاي وقفلوا له كل حلول اللعب. طبعا يعني اصل برضه الدنيا مش صعبه دلوقتي تقدر ان انت تبقى شايف كل الفرق وشايف خطط اللعب بتاعه كل الفرق، فبتبقى صعبه. زائد طبعا مكانه النادي الاهلي، انت بتلاعب نادي بطل افريقيا وبطل العرب، فالموضوع ما بيبقاش سهل، بيحتاج ان انت تشتغل عليه بشكل كبير جدا، محتاج ان انت تحفظ لعيبتك بشكل كبير جدا. فانا متهيألي ان هم يعني قدروا ينجحوا في الـ في الـ في الـ في الجزء اللي هم عايزينه اللي هو يخرج بالنتيجه في القاهره 0-0. مباراه الاهلي بيخرج من دي رايح الترجي ومباراه صعبه طبعا، مباراه صعبه. انا شايف من وجهه نظر النادي الاهلي يعني لازم يحقق نتيجه ايجابيه بصرف النظر عن موقفه في المجموعه، لكن طبعا لا بديل ده عنق الزجاجه بالظبط. كابتن محمود الخطيب رئيس بعثه واهتمام كبير والفرقه مركزه، حتى كارثلون كان مريح عدد من اللعيبه من اجل هذه المباراه الهامه، ودي دي دي حاجه طبعا كويسه. يمكن انا شايف ان هو قدر ان هو عملها في المباراه اللي فاتت، ان هو ريح معظم او العناصر الاساسيه في المباراه النجمه، بس برضه شايف ان المباراه هناك في الترجي هتبقى صعبه جدا. لكن انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي في المباريات الصعبه او في المواقف الصعبه بتقدر تتعامل بشكل كويس. لعيبه تعرضت للمواقف ديت اكتر من مره واثبتوا بصراحه التفوق والنجاح في المباريات اللي بتبقى زي ما حضرتك بتقول عنق الزجاجه. فبتمنى طبعا توفيق النادي الاهلي الفتره الجايه، وان شاء الله باذن الله نشوف مباراه ايجابيه، وان شاء الله باذن الله الدنيا تبقى احسن مع الفرقه. وزي ما انت زي ما حضرتك بس ما قلت في البدايه، اهم حاجه عندك العنصر اللي هو هيقدر يعمل التفوق ويعمل الفارق اللعيب. فلو اللعيب ده في حالته في المباراه خلاص الدنيا بتبقى سهله جدا، انت بتبقى حتى وانت قاعد بره انت كمدرب او كمشجع ما بتبقاش قلقان ان اللعيب فايق في حالته، اللعيب لكن انت مطمئن ان شاء الله شايف المباراه. انا شايف ان شاء الله باذن الله، يمكن مباراه حتى الفرقه اخر مباراه للفرقه في الدوري المصري، لا الفرقه كان شكلها مباراه المصري كان شكلها الشوط الاول بالذات في شغل كان شكلها اللعيبه كان شكلها هايل، كان في جديه في الاداء وحرص كبير جدا ان لا يرجعوا الاداء للنادي الاهلي بشكل سريع. فانا شايف ان شاء الله يعني المباراه باذن الله هتبقى مباراه كويسه للنادي الاهلي، وان شاء الله هيقدر يحقق نتائج ايجابيه. انا متفائل بصراحه. كابتن ابو مجد بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. انا سعيد جدا انا كنت مع حضرتك النهارده، وكل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله الاهلي واخدها خطوه دوري ابطال العرب بطوله افريقيا، فان شاء الله باذن الله اللعيبه قادره ان هي تقدر تفصل بين كل البطولات اللي النادي الاهلي بيلعب فيها ويقدروا ياخدوا كل حاجه على حده ان شاء الله. التوفيق باذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا كابتن. لسه مكملين معاكم ولسه فقراتنا مستمره معاكم في الاهلي الليله، وروحنا دلوقتي لتوقيت مهم ومعاد مع فقره مهمه جدا، هي فقره الكره العالميه وعمر ربيع ياسين. مساء الفل يا عمر.
استاذ ايهاب برحب بحضرتك وطبعا بشكر ضيفك اللي مشرفنا منورنا في قناه النادي الاهلي الكابتن ابو المجد مصطفى، واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في مركز الظهير الايمن ومتعنا كتير جدا سواء مع منتخب الشباب او مع النادي الاهلي. استمتعت بحضرتك وزي ما حضرتك يعني قلت دايما بداناها في قناه النادي الاهلي فقره الكره العالميه ولسه مستمره معانا، فبالتالي بقى يعني ان شاء الله نتمنى ان هي تنال اعجاب كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. استاذ ايهاب طبعا عمر ودايما فقرتك مميزه جدا، لكن اكيد النهارده بقى معاك فقرات مميزه وضيوف مميزه كده نستمتع بيك. جود لك ربنا يخليك واشكرك شكرا جزيلا طبعا على وجودك في بدايه الحلقه، واكيد طبعا يعني من احد الدواعم اللي دعمونا في قناه النادي الاهلي استاذ ايهاب، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. نبدا مع حضراتكم طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله وفقره الكره العالميه، عندنا جزئين، الجزء الاول خاص بالاخبار هنتكلم معاكم في اخر الاخبار اللي موجوده معانا، كنا اخر مره موجودين معاكم كان يوم السبت وبالتالي ما كناش موجودين بسبب لقاء النادي الاهلي امبارح في البطوله العربيه، لكن هنبقى معاكم في الاخبار اللي حصلت في الساحه العالميه في اخر يومين وبالتالي الدوري الانجليزي والبدايه القويه جدا والنتائج، وايضا هنتكلم على انطلاقه الدوري الاسباني بالسوبر اللي فاز بيه نادي برشلونه على اشبيليه في مباراة قوية جدا بدأت بالتسجيل لنادي أشبيلية 1-0 ومن بعدها برشلونة بيتعادل ثم يسجل هدف الفوز، والدقيقة 92 تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الحارس الألماني اللي أنقذ نادي برشلونة من ركلة جزاء كانت ممكن تكمل وقت بدل أو وقت إضافي على شوطين، ومن صحفي كبير هو كارستن اتكلم معانا وقال ان بروسيا دورتموند بيستعد للموسم الحالي بصفقات قويه جدا، هنشوف هل بروسيا هيكون منافس للبايرن ولا لا، بس النتيجه ان البايرن فاز بيها على فرانكفورت او اينتراخت فرانكفورت 5-0 نتيجه قويه جدا، ويعني المباراه ما كانش فيه اسهل منها، ليفاندوفسكي وهاتريك في المباراه وبالتالي ليفاندوفسكي بيستعد لموسم قوي جدا. بنتكلم ايضا على هنتكلم على اول اهداف كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في اولى لقاءاته الوديه لرونالدو مع نادي يوفنتوس، هنتابع ونشوف احداث المباراه وايضا يعني هنتكلم على اخبار كثيره جدا جدا، يعني هنبدا معاكم اخبار سريعه نتكلم على الدوري الكرواتي، مانزوكيتش بيعتزل اللعب دوليا، شاف ان اخر مرحله وصل فيها مع المنتخب الكرواتي هي وصيف البطوله العالميه او بطوله كاس العالم، خلاص هو ده اخر طموحاته او الطموح اللي يقدر يوصل ليه مع سنه مع امكانياته، وفضل ان هو يكون مركز حاليا مع ناديه وبالتالي مانزوكيتش بيعتزل اللعب دوليا. ايضا بنتكلم على انتقال من تشيلسي لميلان، باكايوكو بينضم من نادي تشيلسي الى نادي ميلان، وميلان بيسعى مع باولو مالديني في اتمام بعض الصفقات اللي بتدعم اسي ميلان، وبالتالي اسي ميلان عايزين نشوفه زي بقى الايام اللي يعني ما كان فريق يخوف ايام ما كان كاكا ورونالدينيو وبيكهام وزلاتان ابراهيموفيتش وديدا وكافو وجاتوزو ونيستا ومالديني، نجوم كثيره جدا في اسي ميلان متعونا، لكن ان شاء الله بنتمنى ان اليوم ده يرجع تاني من جديد، وكل ما يكون في منافسه عالميه كل ما بيكون احنا المستفيدين من قوه الفرق اللي موجوده سواء في الدوريات او في بطوله دوري الابطال. رونالدو طبعا ما فيش شك ان هو بينافس على جائزه افضل هدف، او بنتكلم على طبعا افضل هدف في دوري الابطال لكن او في اوروبا بشكل عام، طبعا رونالدو معاه اثنين موجودين بينافسوا معاه في الجائزه هو اليوت امبرايتون ولوسي برونز في القائمه النهائيه للمرشحين لجائزه الاتحاد الاوروبي ويفا لافضل هدف في الموسم. طبعا هدف رونالدو ايه هو الهدف اللي تم اختياره لرونالدو؟ هو هدف يوفنتوس اللي حصل فيه سدد الكوره بشكل جميل جدا، كانت دبل كيك او خلفيه مزدوجه، ده الهدف اللي بينافس على جائزه افضل هدف في اوروبا. طبعا بنتكلم على ان محمد صلاح والخبر بقى او الاخبار اللي بيتم تناولها في الفتره الاخيره ان محمد صلاح حصل له مشكله، حصل له بعض الكلام هتابعها طبعا وهتكلم معاه بالتفصيل مع ضيف اللي هيكون موجود معايا في الجزء الثاني، لكن محمد صلاح سريعا نشرح لحضراتكم، محمد صلاح حصل ان بعد اخر مباراه كان بيسوق عربيته بعض الجمهور شافه او بعض المشجعين شافوه او هو بيستخدم التليفون اثناء القياده، وبالتالي تم اختار اسم او الشرطه المروريه اللي مختصه في هذه الامور، وبالتالي بعتوا خطاب لنادي ليفربول بيحذروا فيه محمد صلاح، احنا عارفين ان طبعا الموضوع
بدل ما هو متعلق بنجم كبير لازم الموضوع ياخد اكبر من حجمه، لكن الموضوع بسيط جدا جدا. وبالتالي محمد صلاح العنوان اللي موجود هو صلاح يواجه خطر توقيع الغرامه. طبعا التحذير الاول بيكون فيه غرامه، لكن بعد كده اكيد بيكون فيه امتناع عن السواقه. وبالتالي محمد صلاح احنا عارفينه باخلاقياته بسلوكياته، وبالتالي ان شاء الله ما يكونش فيه اي غرامات على النجم المصري، احسن لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي، وايضا هداف الدوري الانجليزي، واللي افتتح اهدافه كمان مع نادي ليفربول امام فريق ويست هام باولى اهدافه في الموسم الجديد. وطبعا يعني الصحف الاسبانيه بتنبهر او منبهره باجواء السوبر الاسباني اللي اتلعب في مدينه طنجه المغربيه، واحده من اشهر المدن الموجوده في العالم، مدينه اثريه يعني مميزه جدا، واكيد طبعا سياح من كل انحاء العالم. لكن بالتالي كان دوله عربيه شقيقه زي المنتخب المغربي، يعني اكيد بنكون مبسوطين وبنكون رساله مهمه جدا ان البلاد العربيه هي قادره على تنظيم اي ايفنت او اي بطوله بتنظم من قبل اتحاد دولي زي كاس العالم او مباراه زي ما احنا شفنا ليها علاقه بالسوبر الاوروبي السوبر الاسباني. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع واستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ ايمن محمد الناقد الرياضي علشان نتكلم معاه بالتفصيل على كل الاحداث الخاصه بالكره العالميه. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله في فقره الكره العالميه، معايا بيشرفني بينورني في الاستوديو الاستاذ ايمن محمد الناقد الرياضي اللي هنستمتع معاه وبتحليله في الكره العالميه في اول جوله في الدوري الانجليزي وبعض المباريات اللي تمت زي السوبر الاسباني والسوبر الالماني. ايمن مرحب بيك. اهلا بيك يا عمر واهلا بكل الساده المشاهدين، ومبسوط طبعا متواجد معاك، ومبروك على البرنامج الجديد والانطلاقه الجديده لقناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله موفق دايما وواجهه مشرفه للاعلام الرياضي الشامل. طبعا بيتك طبعا قناه النادي الاهلي، واكيد طبعا بنتشرف بوجودك. خلينا نخش سريعا عشان استفيد منك بقدر الامكان. مباراه السوبر الاسباني بدايه يعني بدايه موسم جديد في الكره الاسبانيه، المباراة أقيمت في مدينة طنجة المغربية، أنا شايف إن هي فكرة جيدة جدا جدا، يعني أولا فكرة يعني سياحية مهمة جدا لدولة الأهلي، ده رسالة بعديها بيتقدم 2-1 وتوشتجن بيتألق وإنقاذ ضربة جزاء في الدقيقة 92. شايف برشلونة إزاي في المباراة وإزاي شايف إنه ممكن يستعد للموسم الجديد؟ طبعا برشلونة أول مرة نتكلم على مباراة السوبر تكون مباراة من طرف أو من مباراة واحدة، دايما كان السوبر الأسباني معتاد على إنه بيتلعب مباراتين ذهاب وإياب على ملعب كل طرف بطل الدوري او بطل الكاس. طبعا فكره ان هو يلعب مباراه واحده والاول مره تبقى خارج اسبانيا، طبعا تقام لاول مره من مباراه واحده وبعد كده تقام في اسبانيا في طنجة، طبعا عارفين المسافه ما بين المغرب واسبانيا مسافه بسيطه جدا، في بعض حتى الولايات الخاصه بالمغرب بيبقى السفر لاسبانيا بشكل بري بشكل كويس جدا بشكل سهل جدا. مباراه برشلونه طبعا مع اشبيليه كان مفاجاه كبيره جدا ان اشبيليه تقدمت في البدايه، برشلونه قدر انه يتعادل بهدف بيكيه اللي احنا شايفينه طبعا على الشاشه، طبعا تسديده ميسي، كان ميسي طبعا هو المسيطر دلوقتي اول كابتن بعد التصويت. رايك في جون عثمان ديمبلي ويعني حيرنا كتير في مستواه يا ايمن؟ عثمان ديمبلي بيتصاب يعني اصاباته كتير. ديمبلي كان عنده مشكله زي ما انا بقول او زي ما انت قلت دلوقتي، ان هو اول ما جه الفريق ما دخلش الاجواء بسرعه لانه اصيب وبتاعت فترات طويله جدا عن الفريق، لكن هو لعيب امكانياته هايله جدا، ويمكن من احد اللاعبين القليلين جدا في العالم ان رجله اليمين ورجل الشمال زي بعض، يعني تقريبا لما بنيجي نشوف على عدد الاهداف وعدد الاسيست اللي بيجيبهم برجله اليمين او برجله الشمال تكاد تكون ما تعرفش اذا بيلعب برجله اليمين اكتر ولا برجله الشمال اكتر. فهو لاعب متميز، وحتى الهدف ده تم تسجيله انا فاكر السنه اللي فاتت في الدوري الاسباني او في احد ماتشات دوري ابطال اوروبا، كان برده من قبل عثمان ديمبلي برده بنفس التكنيك وبنفس الطريقه، فده
فده سلاح مهم جدا، لان احنا مش معتادين اصلا من برشلونه انه يجيد التصويب من الخارج على مدار سنوات طويله مع بيب جوارديولا وفيلانوفا وخيراردو مارتينو وحتى مع لويس انريكي، كان دايما التكتيك بتاع لعب الاسلوب الباسنج جيم انك انت بتحاول تخترق لغايه على حدود حتى منطقه الجزاء، لكن التصويب من مسافات بعيده ده كان بيفتقده برشلونه. طبعا وجود كوتينيو واحد من اكثر اللعيبه اللي سجلت الاهداف من خارج منطقه الجزاء لليفربول قبل انتقاله لبرشلونه، ده برده سلاح مهم جدا. القائمه بتاع برشلونه السنه دي مع فالفيردي لا في تدعيمات اقوى بكتير من السنه اللي فاتت. هل شايف ارتورو فيدال ممكن يكون اضافه قويه لبرشلونه، وهل برشلونه لا اللي هو عايزه في ارتورو فيدال؟ هيلاقي اللي هو عايزه في ماتشات معينه، يعني مثلا فيدال هيلاقي الماتشات اللي هيبقى فيها حماس اكتر، ماتش مثلا زي روما هتبقى محتاج في خط النص حد فايتر قوي. انت كنت بتتكلم على باولينيو، باولينيو قوي، لكن انا بتكلم على حد اللي هو يكاد يكون اسلوبه عنيف في بعض الاوقات، طبعا ده مختلف شويه عن اسلوب برشلونه، لكن هيوفر الدعم لخط النص في بعض الماتشات اللي هيبقى فيها صراع او التحامات بدنيه قويه جدا. بعض ماتشات الكلاسيكو برده في خط النص كان برشلونه ساعات بيخسر الكلاسيكو بسبب الالتحامات اللي موجوده في خط النص او الصراع البدني اللي موجود في خط النص في بعض الاوقات. ارتورو فيدال مش صفقه للمدى البعيد زي مثلا صفقه ارتر، هو عقده 3 سنين تقريبا، انتقال من بايرن ميونخ 30 مليون يورو 3 سنين، فبالتالي هي مش صفقه مدى بعيد زي ما انت قلت. حتى مثلا زي باولينيو مثلا لما جه ممكن يلعب سنه، ممكن فيدال يلعب سنه ممكن يستغنى عنه. هي الفكره اللي انا شايف ان فيدال او الفالفيردي مركز عليها السنه دي ان هو يحاول يوصل لدوري الابطال، لان اعتقد ان هو طبعا لما اخذ الدوري والكاس السنه اللي فاتت وارقام كانت يعني حتى الارقام كانت مذهله، لكن هو خسر عدد قليل جدا من الماتشات، بس كان من ضمنهم الماتش بتاع روما الاقصى الفريق او اقصى طموح الفريق ان هو ياخد الثلاثيه الاوروبيه. التحدي الجديد بتاع فالفيردي انه طبعا غير ان هو عمل تحدي عظيم جدا السنه اللي فاتت، ان هو حاول يغير شويه من الخطه اللي بيلعب بيها برشلونه. برشلونه من اول ما جه يوان كرويف في الثمانينات هو بيلعب بتكتيك معين 4-3-3، استمر عليه لويس فان خال وبيب روبسون وبعد كده فرانك ريكارد وبعد كده جوارديولا، وزي ما احنا قلنا مرورا بتاتا مارتينو فيلانوفا ولويس انريكي. لويس انريكي في اخر سيزون ليه كان ابتدى يلعب بفكره 4-4-2 بتوظيف معين للعيبه. جه فالفيردي لما جت دوليفيو واصابه ديمبلي ما اجدوش ديليفيو ما اجدش في مركز الجناح واصابه عثمان ديمبلي، ابتدى يغير التكتيك اللعب انه يلعب ب 4-4-2 زي ما احنا شفنا التكتيك السنه اللي فاتت. فانا مش عارف التحدي بالنسبه لي انا اشوفه، هل هيلعب تاني ب 4-3-3 بعد تالق ديمبلي وبعد تالق كوتينيو، ولا هيحاول يريح ميسي برده في ان هو يرجعه برده لفكره مركز المهاجم الوهمي ويودي سواريز للاجنحه مع عثمان ديمبلي، لان شفنا سواريز كتير جدا كان بيهرب حتى ازيد من اللزوم على الاطراف بتاعت الملعب غير حتى الموسم الماضي. فده التحدي اللي انا شايفه في الفيردي لازم يشوفه او اللي احنا نركز عليه في التكتيك السيزون ده. الدوري الاسباني زي ما احنا عارفين ابتعد برشلونه وريال مدريد قوي حتى عن المنافسين، حتى اتلتيكو مدريد اللي كان برده بيبقى قريب منهم الفترات اللي فاتت، اتلتيكو طبعا حاز المركز السنه اللي فاتت على المركز الثاني في الدوري، لكن برده اتلتيكو بقى بعيد عن المنافسه الحقيقيه، حتى في الماتشات اللي بيبقى فيها ديربي او ما بين برشلونه ما بين اتلتيكو ما بين ريال ما بين اتلتيكو بيبقى بعيد. فاعتقد ان الدوري الاسباني السنه دي برده لن يخرج في المنافسه ما بين برشلونه وما بين ريال مدريد. طيب نروح للسوبر الالماني، وكان نفس اليوم كان يوم الاحد ما بين اينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ، وانتهى اللقاء بفوز بايرن ميونخ بخمس اهداف مقابل شيء اكتساح لفريق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هو بطل الدوري الالماني، وانا انا ما اعتقدش ان هيكون في منافس ليفاندوفسكي زي ما احنا شايفين قدامنا ايمن. يعني بدا الموسم بهاتريك في اولى لقاءاته مع البايرن، وده بيرد او بيوصل مسج معينه ممكن يكون بيوصل لريال مدريد، مسج ان بالرغم من ان عنده 30 سنه لكنه قادر على العطاء وقادر على التواجد مع فريق بايرن، وكالعاده هو نجم الشباك الاول في المانيا. هل شايف بايرن ميونخ الموسم ده هيكون بلا منافس، ولا ممكن نشوف بروسيا دورتموند او ممكن نلاقي لايبزيج من بعيد جايين ينافسوا فريق بايرن ميونخ؟ لا بعيد طبعا، في كل الفرق اللي بنتكلم عليها في الدوري الالماني بعيد جدا عن مستوى بايرن ميونخ. بايرن ميونخ في الطفره اللي عملها يوب هانكس وبعد كده كمل عليها تشوزيب كوارديولا، طبعا تراجع شويه في فتره كارلو انشيلوتي، لكن نيكو كوفيتش اللي هو المدير الفني الجديد اللي انا شايفه بعتبره هو بطل السوبر الالماني، لان هو جاب انتراخت فرانكفورت خلاه ياخد الكاس على حساب بايرن ميونخ في النهائي، لان هو كان عارفين ان هو كان مدرب انتراخت فرانكفورت. يعني هو يعني هو كسب كسب الاثنين يعني هو باقل من شهرين تقريبا كسبهم 3-1 في النهائي الكاس الالمانيه، وبعد كده في السوبر كسبهم 5-0. فطبعا فرق الامكانيات، وده يوضح لك كمان ان هو حتى لما كان بيلعب بتكتيك دفاع شويه مع انتراخت
وكسب بايرن بالمرتدد بشكل ممتاز جدا. لكن كمان بنتكلم، لو بنتكلم كمان على ليفاندوفسكي، فليفاندوفسكي بالنسبه لي محير. علاقته ببايرن ميونخ، يعني انت بتتكلم انك انت تلعب في فريق من افضل الفرق في العالم وعايز تمشي ريال مدريد، وفي نفس الوقت اداره بايرن ميونخ مش مقدره او مش محسسه ليفاندوفسكي ان هو لاعب مهم، وبيقول لا انت لازم تكمل لغايه اخر عقدك. ففي حاجه في نقطه كده انا مش فاهمها في علاقه بايرن ميونخ بليفاندوفسكي. مفترض ان حتى لو النجم الاول بتاعي، انت بتتكلم انك انت بتمتلك واحد من افضل رؤوس الحربه في العالم، انت بتتكلم على ليفاندوفسكي وبتتكلم على كافاني وبتتكلم على سواريز، دول الثلاثه يعني اللي هم مركز تسعة اللي هو استحاله يكون، يعني بتتكلم حتى هاري كين بالنسبه لي، هاري كين بعد ليفاندوفسكي وبعد سواريز وبعد كافاني، هاري كين بعيد، لوكاكو حتى بعديهم، لكن انت بتتكلم على لعيب متميز جدا. فانا مش عارف ليه العلاقه دايما متوتره ما بين الطرفين، وحتى رغبه دايما ليفاندوفسكي ان هو لو راح ريال مدريد ومتخيل برضه انه مش هياخد نفس النجوميه، لا ده هو في بايرن ميونخ يعني حاجه عاليه جدا. فبرضه حاجه محيره بالنسبه لي. لكن طبعا بايرن ميونخ على مستوى الدوري الالماني حتى مع وجود بروسيا دورتموند ولوسيان فافر والمدرب الجديد او المدير الفني الخاص، غريب ان هو يبقى سويسري. يعني يعني بروسيا دورتموند او الالمان دايما بيبقوا معتزين. انا بالنسبه لي كمان كوفيتش في بايرن ميونخ انه يستعينوا بمدرب كرواتي، هم كان عندهم مشكله مع جوارديولا، وكان خلي بالك كمان هو كمان كان احد لعيبه بايرن ميونخ بالظبط مهمين جدا يعني. بالظبط. انا هقول لك على حاجه، هم الالمان عندهم مشكله، يعني انا ليا صديق الماني دايما بتكلم معاه، هم عندهم مشكله بس في حته الغرب، يعني خلي سيبك من الصحافه الالمانيه شويه انها بتحاول تهاجم المدرب عشان خاطر هو من جنسيه غريبه، لكن الالمان على عكس ما هو متوقع تماما، وناس بتتكلم ان هم الالمان عايزين بس الفوز والكلام ده، لا هم الالمان معتبرين بيب جوارديولا، ده من لسان المشجعين الالمان ومجموعه كبيره من اصدقاء الالمان بيقولوا لي دايما ان جوزيب جوارديولا خلانا في مكانه تانية خالص. احنا لاول مره نحس ان احنا فعلا على مستوى الكره العالميه او مستوى الفني التقني العالي جدا اللي كنا بنشوفه في الدوريات بره او في الانديه بره، لا احنا حسينا ان احنا زي ما بيقولوا كده تريد مارك، الفريق بقى حاجه تانية. فطبعا انا اعتقد ان نيكو كوفاتش هيكمل في نفس السكه ديت. وطبعا احنا دلوقتي بنتكلم على الكره العالميه، الكره العالميه عمر ما بقاش فيها جنسيه حد معين، لما تيجي تتكلم ان حتى جوزيب جوارديولا اللي هو واحد من افضل المدربين في العالم ان لم يكن افضلهم في وجهه نظري الشخصيه، هتتكلم ان افكاره كلها جايه من يوان كرويف. يوان كرويف جاب افكاره من رينسوس ميتشلز. رينسوس ميتشلز جايب افكاره من تشابمان في اللاشينات. فاحنا بنتكلم مارتن كوفي في المجر، او جوزيف سيدس برضو في المجر، مرورا الى هيربرت تشابمان. حتى في بعض الافكار المتداخله في الكوره ما بين إلينو هريرا اللي الناس بتتكلم عنه ان دفاعي بس، لا ده كان في ليه افكار هجوميه عظيمه جدا في استخدام ظهرين الجنب. ولما نيجي نتعرض لفكره تحليل مان سيتي والمفاجاه اللي احنا محضرينها للساده المشاهدين النهارده، هنوريك حتى ازاي انك انت ممكن تستغل مركز بسيط جدا او لعيب بسيط جدا في ارض الملعب وتغير من ادواره ومن تكتيك بتاعه. فالكره دلوقتي ما بقتش ليها جنسيه بقدر ما بقى ليها انتماء معين. المدرسه اللي انت بتلعب بيها او الافكار اللي انت هتقدمها للفريق بتاعك هي دي اللي بتحدد مدى نجاحك او مدى تواصلك مع الجمهور اولا، مع الاعلام ثانيا، ومع البطولات ومع التاريخ بعد كده في المرتبه الثالثه. دي في وجهه نظري. نروح لواحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر والمحترفين حاليا في الدوري الانجليزي، افضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي، هداف في الدوري الانجليزي، كمان واحد من اسباب ان المصريين يبقوا مبسوطين في اليوم ده لما يكون في مباراه لليفربول، كل الناس تبدا تركز مع يعني الاحداث او اللقاءات، ولو محمد صلاح اتغير ما في دقيقه معينه بتلاقي خلاص كل الجمهور قفل بالنسبه له المباراه. لكن اللي اغضب المصريين بعد ما محمد صلاح شارك في مباراه ويست هام واحرز هدف اول من مباراه انتهت 4-0، الناس شايفه ان ساديو ماني عنده مشكله مع محمد صلاح. هل انت شايف ان دي بيبقى او راي الجمهور اللي بيتقال ده، هل راي متعصب ولا هل دي فعلا حقيقه ان ساديو ماني عنده بعض الحساسيه اللي بنشوفها في بعض اللقاءات ليفربول، ان بيحب يحتفظ بالكره في مواقف معينه لنفسه عن انه ممكن يبص لمحمد صلاح في بعض المواقف اللي بيكون ممكن يكون احسن منه فيها؟ بص انا عشان عملت في الموضوع ده دراسه كبيره تمام. جدا يعني في حاجتين عشان نكون منطقيين. الشق الاولاني احنا ما عندناش مشكله خالص ان احنا او ان احنا مش اوفر زي ما بيقولوا ان احنا شايفين ان ساديو ماني بيغير من محمد صلاح، لا هو فعلا ساديو ماني عنده مشكله مع محمد صلاح تمام. مع اي لاعب، وده مش كلامنا احنا، ده كلام حتى المشجعين الانجليز. لما تيجي تشوفوا التعليقات بتاعه المشجعين الانجليز او مشجعين ليفربول اثناء المباريات على تويتر،
هتشوف لا هتلاقي ان رد فعلهم برضو زي رد فعل المصريين بالظبط. ما فيش عندنا فكره لا ده عشان خاطر ده مصري او دوت سنغالي. بنتكلم على فكره بقى ساديو ماني الكاركتر بتاعه حتى مع السنغال كان ساعات اوقات كتير جدا بيتخذ قرارات خاطئه. انت بتبقى عايز تبين اعلى من قدراتك فبتبان بشكل سيء جدا. دي نقطه مهمه جدا لازم يخلي باله منها يورجن كلوب. فكره ان انا في الاخر ان انا اديك باصه ذرا للرماد في الاعين زي ما بيقولوا اديك بس باصه كده عشان خاطر تجيب جون فيبان ان انا عملت لك اسيست لا ده بان حتى في المباراه الاعداديه لما محمد صلاح اتسال حتى مين الفرق اللي انت ما سجلتش فيها او الفرق اللي هو ما سجلش فيها الموسم اللي فات في مع ليفربول كان فريقين كان سوانزي وكان مانشستر يونايتد فهو كان حابب انه حتى يسجل في مانشستر يونايتد برضو ردا على جوزيه مورينيو دايما بتبقى فيه رسائل كده خفيه ما بين اللاعبين انا سجلت برضو في مانشستر يونايتد وقبل ما ادخل المباريات في البريمير ليج ممكن يكون عندي دفعه او حتى حافز معنوي او تفوق معنوي حتى امام دخيا اللي دايما بيتالق في ماتشات ليفربول فلا ماني كان اناني جدا في حاجه زي كده برغم ان المباراه اعداديه ما فيش فيها مشكله خالص انا شايف ان ماني مشكله ليفربول الحقيقيه في الماتشات الصعبه هيكون التعاون الكبير جدا ما بين ماني وما بين محمد صلاح لان محمد صلاح دلوقتي احنا بنتكلم انه خرج من دايره افضل لاعب في افريقيا بنتكلم على دايره افضل لاعب في العالم فلازم يكون في بالانس في الفريق بتاع ليفربول ان لازم ان اللعيبه كلها تتعامل مع ان ده واحد من افضل اللاعبين في العالم ما ينفعش ان انا اتعامل معاه زي ما انا كنت بتعامل معاه ده صفقه جايه لسه جايه من روما فتصرفات ماني هي اللي هتحكم وجوده في يعني انت بتتفق مع راي الجمهور المصري وراي حتى العالمي يعني ساديو ماني عنده مشكله مش مع محمد صلاح بس محمد صلاح مع اي حد دايما بيبقى عنده مشكله الذاتيه ان هو بيلعب كمان اعلى من امكانياته وبالتالي بياخد قرارات خاطئه احيانا كتير جدا بياخد قرارات خاطئه وهو تمام. الموضوع ليه علاقه بالكاركتر بتاع ساديو ماني مش ليه علاقه مع محمد صلاح يعني لو محمد صلاح دوت سين من الناس هيبقى عنده نفس المشكله عشان بس برضو نبقى ايه امناء وما نقولش ان الموضوع غيره شخصيه من محمد صلاح بس طيب شايف سريعا قبل ما نروح للدوري الايطالي هل شايف ان ليفربول قادر على منافسه مانشستر سيتي الموسم ده؟ ده بالتاكيد اكيد لما بنيجي نتكلم على حتى ده المنتخب الفرق الموجوده في الدوري الانجليزي طبعا عنده سكواد دلوقتي ممتاز الفريق متكامل رجوع دانيال ستورج انا كنت بقول مثلا ان اهم صفقه لازم يعملها يورجن كلوب بعد ما دم اليسون بيكر الحارس البرازيلي كنت شايف انه لازم ياخد راس حربه يعني حتى قلت عوده دانيال ستورج فدانيال ستورج هيحل له مشكله لما يبقى فيه فريق قدامه متكتل احنا دايما الفرق اللي كان بيفقد فيها يورجن كلوب نقاط كانت الفرق المتكتله زي سوانزي مثلا في مباراه زي ويست بروم برضو عمل معاه كذا 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 ماتش كان بيضيع منه نقاط سهله في الماتشات قدام الفرق المتقفله او اللي بتقفل كويس فوجود دانيال ستورج او راس حربه صريح هيفيده في بعض الاوقات حتى في فكره التمركز خارج منطقه الجزاء لو مش هو يسجل الهدف على الاقل هيسحب الدفاع لعمق منطقه الجزاء وبالتالي هتدي فرصه لنابي كيتا عشان خاطر تظهر قدراته في التسديد لمحمد صلاح حتى لساديو ماني لاي لاعب من لعيبه الوسط عشان خاطر يعمل شكل هجومي مختلف طيب دوري ايطالي ورونالدو في اول لقاء ودي مع فريق يوفنتوس اول لقاء لرونالدو مع يوفنتوس لكن يوفنتوس لعب لقاءات وديه قبل كده لكن بيسجل هدف في اولى لقاءاته وبالتالي طبعا يعني الدوري الايطالي يعني هنتمتع بوجود رونالدو في ايطاليا واكيد يعني رونالدو عنده الطموح ان هو في سن اللي هو فيه حقق كمان بطولات ليه مع يوفنتوس هل شايف ان رونالدو هيعمل اضافه كبيره لنادي يوفنتوس مش في الدوري بتكلم على دوري الابطال والبطوله الغايبه عن يوفنتوس من زمن بعيد جدا لا احنا هنتكلم على الدوري الايطالي الاول عموما تمام. انا شايف ان الدوري الايطالي السنه الجايه هيكون من اقوى المنافسات هيبدا الاسبوع اللي جاي الدوري الايطالي طبعا هيبقى من اقوى المنافسات اللي لازم الناس تستمتع بيها هتستمتع بيها زي الدوري الانجليزي ليه لان وجود رونالدو وامري تشان طبعا في انتقاله من امري تشان من ليفربول لليوفنتوس وطبعا انتقال ريال مدريد رونالدو من ريال مدريد لليوفنتوس ده طبعا ادى دعم لليوفنتوس على المستوى الاوروبي لكن لما نيجي نتكلم على مستوى السيري ا او الدوري الايطالي هنلاقي ان في صفقات حصلت مهمه جدا لميلان صفقات مهمه جدا حصلت للانتر انزونزي انا قبل ما اجي بس انتقل الى روما انتقل لروما فانت بتتكلم على تدعيمات ولاعيبه اسماء احنا ما سمعناهاش على مستوى الانديه للدوري الايطالي من سنين صح بنتكلم على انزونزي بنتكلم على باكايوكو بنتكلم على جواين باكايوكو وجواين في ميلان هيعدلوا الكفه شويه هيعلوا الفريق شويه مش بنتكلم ان هو ممكن ينافس بس على الاقل هتلاقي ماتشات هتلاقي في شكل جديد للدوري الايطالي هتلاقي في حماس لكن مش هنلاقي كل سنه طب انت شايف نابولي ممكن يخرج بره المنافسه الموسم ده مع انشيلوتي ولا شايف انه ممكن انشيلوتي بوجوده يزيد من قوه نادي نابولي انا مع انشيلوتي بخاف اكتر يعني انا بالنسبه لي انشيلوتي بيبقى فيه مشاكل شويه في ادارات لازم يكون الفريق عالي قوي او يكون ماسك نفسه قوي عشان خاطر يقدر
يكمل او ينافس. انا شايف ان انشيلوتي الماتشات اللي فاتت ما كانش جاد على مستوى الاعداد، ما كانش جاد مش حتى على مستوى النتائج، على مستوى الاعداد الفريق في قلب الملعب تنظيميا بيبقى فيه عنده اخطاء كبيره جدا. اعتقد ان انشيلوتي هياخد وقت عشان خاطر يعالجها مع نابولي. وكمان اسلوب ساري اللي اعتاد عليه نابولي اكتر من سيزون، احنا شفنا بايرن ميونخ تجربه عمليه، جوارديولا مع بايرن ميونخ عمل ايه، انشيلوتي حتى برغم ان هو خد الدوري وخد السوبر الالماني وخد الكاس، لكن مستوى في السيزون الثاني انهار تمام، لان الكاركتر بتاع انشيلوتي متساهل شويه او بيحاول ان هو ما يبقاش ما فيش حزم سواء في التطبيق. سمعنا الكلام ده اكتر من مره في الصحافه الاسبانيه لما كان ماسك ريال مدريد، كنا بنسمع ان انشيلوتي دايما صاحب شخصيه ضعيفه، كان او هو على مدار تاريخه دايما هو بيسمع الكلام دايما. يعني كنت اقول لك دايما كان رؤساء الانديه في اي قرارات هو بيمشي في نفس الطريق، ما عندوش هو طبعا مخالف. حكايته مع جالياني وطبعا مع بيرلسكوني دي معروفه جدا في كل الوسط، لكن احنا بنتكلم كمان على حتى شخصيته في قلب الملعب. مش بتكلم على حتى في اوضه اللبس، انك انت في بعض الاحيان او في احيان كتير جدا كنت بتلاقي ارين روبن فرانك ريبيري بينزل متطلع متعصب وبيتخانق معاه، برامن ريبيري يعني هو ده له حريه حركه ما كانش بيمنحها له حتى جوارديولا. وطلع ريبيري انتقد جوارديولا في اوقات كبيره جدا. فانا اعتقد ان الدوري الايطالي طبعا يوفنتوس رونالدو هيكون مؤثر مع يوفنتوس بالتاكيد. وجود رونالدو مرعب، رونالدو حتى لو مش بنتكلم على فكره السرعات او وجوده في الملعب بيرعب الفريق الخصم. انت عندك جنب ما شاء الله، يعني جنب عالي، لياقه بدنيه عاليه جدا. فانت بتتكلم بس في ابسط حاجه، انك انت عندك كره عرضيه، عندك دوجلاس كوستا عنده كرات عرضيه مذهله. انا شايف دوجلاس كوستا ده من افضل الاجنحه. اللي شايف برضو من ضمن خطايا بايرن ميونخ ان هو استغنى عنه، يعني جوارديولا جابه من شختار دونيتسك بمبلغ بسيط جدا وخلى منه وخلاه من افضل الاجنحه اللي موجوده في اوروبا، وبعد كده بايرن ميونخ وداه اعاره يوفنتوس بشكل غريب جدا. فانا شايف ان يوفنتوس هيكون طبعا منافس، هو طبعا منافس في الفترات الاخيره في دوري الابطال، وصل فاينل امام برشلونه، وصل فاينل امام ريال مدريد، طبعا هيكون مؤثر جدا. برضو هنشوف بقى في النهايات. بس الفكره ان يوفنتوس محتاج يطور اكتر من كده عشان خاطر يكون جاهز في دوري ابطال اوروبا على منافسه او اللعب امام فرق بتلعب تشكيلات مختلفه، لان بنشوف اليوفنتوس في الدوري الايطالي مع أليجري عامل سيرك، لكن بيجي في دوري ابطال ساعات بيرجع يلعب دفاع، وبالتالي بتحصل مشاكل زي مثلا مباراه ريال مدريد اللي اتغلب فيها على ارضه 3-0. اتفاجئنا كلنا في الدوري الامريكي بحاله غريبه جدا وحاله نادره، يعني عمرها ما حصلت في كره القدم. انا بتكلم على اللي انا شفته. اتفاجئنا ان 2-2 في مباراه ما بين دي سي يونايتد اللي بيلعب فيه وين روني وفريق اورلاندو اللي بيلعب فيه نجمنا المصري عمرو طارق، وبالتالي في الدقيقه 92 الدقيقه 95 الجون بيطلع علشان خاطر يشارك في ضربه ركنيه، وين روني يجري مع اللاعب يعمل زحلقه او تاكل ويمشي بالكوره ويلعبها اسيست علشان في الدقيقه 95 فريق يفوز 3-2. اغرب واحلى وامتع لقطه شفتها يمكن بعد هدف عماد متعب في الجزائر. انا بالنسبه لي دي اللقطه اللي لا يمكن، او الهدف اللي لا يمكن انساه، ان من يعني لو نعيد الكره تاني هتتعاد من كل الزوايا، ان واحد عنده تقريبا 34 سنه، وين روني بيتكلم في 34 سنه، بنتكلم انه يعمل سبرنت، انه يكون متاخر عن اللاعب فريق اورلاندو ويجري وراه ويعمل تاكل او زحلقه ويقوم ياخد الكوره ويمشي بيها 1 2 3 ويلعبها بالمقاس لزميله بيرلو. دي حتى بيرلو دي يعني احنا بنتكلم على انا ما اعتقدش يعني دي ممكن تكون اعظم لقطه في تاريخ كره القدم بجد. لو واحد كان في الملعب وكان في الموقف ده، احنا بنتكلم على ان الجون فاضي، يعني لاعب رايح من 3-2 لفريق اورلاندو لفريق ل 3-2، يعني بنتكلم على عزيمه واصرار. وين روني يعني ما اعتقدش ان موضوع السن ده عامل له ازمه. لا، وين روني في الملعب حماس رهيب جدا، هو نفس اللي كان موجود عليه من يورو 2000 وبدايته مع المنتخب الانجليزي من ساعه ما لقبوه بالجولدن بوي، هو لسه جولدن بوي زي ما هو. يمكن بس هو حب ان هو يعني يخرج بالدوري الانجليزي لدوري امريكي شويه اقل في الضغوطات، لكن هو لسه نفس الطموح ونفس الحماس. انا زود لك دراما بقى في اللقطه ديت، لما تيجي تشوف الكوره من بدايتها هتلاقي ان اللاعب نادي اورلاندو ده انه بيطلع كوره من على خط الجون، يعني قبل في بدايه الكوره وهي بتتلعب كورنر مطلعها على خط الجون. فمعنى كده ان كانت الكوره هتبقى جون وبعد كده تترد تاني وبعد كده تروح تالت عشان خاطر تيجي جون. فدي دراما عاليه، فكرتني بالدراما اللي حصلت ما بين واتفورد وليستر سيتي اثناء المنافسه ما بينهم على الصعود للبريمير ليج من حوالي 3 سنين.
برضو كان في كوره كان واتفورد ليه ضرب، كان ليستر سيتي ليه ضرب الجزاء في الدقيقه 95، لو جابها خلاص واتفورد بره، الكوره تتصد وتترد للواتفورد وكان بيلين في الدقيقه 95 بقول لك، فالكوره تترد لغايه ما تيجي جون. فبرضو دي كانت دراما عاليه جدا، ولقطه طبعا كانت مذهله طبعا، الفرديه بتاعت روني او الفرديه بتحسب لروني هنا ان هو عمل سبرنت ده، ان هو كان هو مهاجم يعني، الموضوع بالنسبه له مش فارق، راجل يعني واخد تشامبيونز ليج قبل كده، مش فارق معاه ان هو يعني حتى الفريق بتاعه الامريكي يتغلب في مباراه في الدوري الامريكي، لكن عمل سبرنت عاليه، السبرنت بتاعته عاليه جدا، قدر ان هو يوصل ويعمل كمان الاسيست العظيم ده. فطبعا حاجه مذهله جدا، حاجه من الحاجات ديت اللي بتحبها دايما في الكوره. طبعا يعني الوقت معاك بيجي بسرعه جدا، لكن شرفتني ونورتني وجودك معايا طبعا على يعني في الاهلي دي فقط الكره العالميه. اكيد هيبقى لينا لقاءات ثانيه كتير عشان نتكلم يعني اكتر وكمان بشكل مفصل عن بعض التكتيك والاداء اللي انت دايما تبقى مميز فيها جدا جدا. شرفتنا وكرمنا. ربنا يخليك يا عمر، وكنت سعيد اني متواجد معاك، وشكرا في السلام تاني. ربنا يخليك. طبعا كنا مع حضراتكم في الاهلي ليله من الساعه 7 حتى الساعه 10. بشكر الاستاذ ايهاب الخطيب، شكرا جزيلا على وجوده معنا، وايضا زميلي العزيز امير هشام. وهنشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد الساعه 7 في الاهلي ليله. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.